بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون النهارده ان شاء الله لمباراه الاهلي امام الانتاج الحربي، وهو اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 26 في الدوري المصري العام الممتاز. طبعا ماتش مهم بالتاكيد، خصوصا بعد نتيجه الماتش اللي فات، هنتكلم عليها مع ضيوفنا الكبار. بس قبل ما نتكلم عن ماتش النهارده، عايز اتكلم عن حاجات بتحصل في الفتره الاخيره، حاجات اللي هي اللي معتاده من البعض. وخلي بالكم لما بنكلم حضراتكم هنا وبنرد، اولا بنرد بكل احترام بكل ادب، تاني حاجه بنرد على يعني ناس معينه او فئه معينه اللي هي بتحاول تطلع شائعات لعرقله مسيره النادي الاهلي، مسيره النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي اللي دايما بطل، اللي ما بيقدروش يواجهوه داخل الملعب، بيدوروا على حاجات تانية بره الملعب يعرقلوا بيها مسيرته. بتكلم على الناس المعينة اللي هي بتشكك وبتطلع إشاعات بس، ودي معروفة، يعني قلة معروفة. على فكرة كلنا لينا أصدقاء ولينا أصحاب من الأندية التانية ومن المنافسين، وعلاقتنا كويسة جدا بيهم حتى الآن، والواحد بيعتز بصداقات كتير جدا من المنافسين. مش هنقول منافسين لانهم اصدقاء، في الاخر اصدقاء، انما انا بتكلم على قله بتحاول تشوه اي انتصار او اي عمل للنادي الاهلي. مش عارفه تواجهه باي طريقه نتيجه الفوارق الكبيره، فهي بتلاقي مصدر واحد بس تقدر، ويا ريت مصدر، ده هي اللي بتطلع الاشاعات دي. هي دي سلاحه لزعزعة استقرار البطل اللي هو النادي الأهلي. لكن ما بيعرفوش لسبب بسيط، ما بيعرفوش لأن البطل ده وراه جمهوره اللي هو دايما سند ليه، جمهوره اللي هو اللعيب والنجم رقم واحد في كل المواقف سواء حلوة أو مرة. ورانا الجمهور ده، ورانا من زمان جدا، ورا النادي الاهلي من زمان جدا، الجمهور ده ورا انتصارات النادي الاهلي من زمان جدا، ورا بطولات النادي الاهلي من زمان جدا، ودي ميزه الاهلي، دي ميزه الاهلي طول عمره. والنادي الاهلي وجماهيره حاجه واحده بس، النادي الاهلي وجماهيره حاجه واحده بس. الجماهير دي كمان عندها ثقه كبيره جدا في نجومها وفي اداره ناديها، في الاجهزه الفنيه. ده مش مجرد كلام، ده يعني شفناه كتير جدا من مثلا طول ما احنا عايشين مثلا من 50 سنه ولا حاجه. انما الكلام بقى اللي حضرتك بتطلع تقوله على السوشيال ميديا وعلى بعض القنوات علشان تزعزع ثقه الجمهور في اللعيبه والاجهزه الفنيه والاداره بالنسبه للنادي الاهلي، اقول لك لا، العب غيرها. ليه بقى انا بقول الكلام دوت يعني وخدتك بس من الماتش شويه؟ لان طبعا حضرتك كلنا عارفين ان اليومين اللي فاتوا مستر موسيماني ادلى ببعض التصريحات لاحدى الاذاعات في جنوب افريقيا. الراجل على فكره انا عايز اقول لكم حاجه على مستر موسيماني، ودي حاجه عجباني فيه، الراجل بيتكلم بكل تواضع وتلقائيه وصراحه، وبيتكلم بكل وضوح، لا بيعرف لا يلف ولا يدور. الراجل اتكلم عن مقارنات بين الاهلي وصن داونز والاجواء، لكن البعض حرف الكلام. ايوه حرف الكلام عشان يقولوا ايه؟ ان مستر موسيماني اساء للاهلي في حديثه، عشان يوقعوا بين مستر موسيماني وجمهور النادي الاهلي. لكن غاب بقى عن بالهم ان جمهور الاهلي واعي جدا واعي جدا وجمهور الاهلي برغم من انه كان زعلان الماتش اللي فات، انما ورا فرقته. وحتى لا قدر الله لما كنا بنخسر، او لا قدر الله لما بيحصل خساره، برضه الجمهور ورا فرقته. احنا مش بتاعه بطوله هتنتهي، لا 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 لا، احنا النادي الاهلي بطولات، النادي الاهلي ارقام، مش بطوله وننام 10 سنين، مش بطوله ونفرح كاننا خدنا كاس العالم ونقعد عليها 5-6 سنين، مش ده النادي الاهلي، ومش دي علاقه جمهور النادي الاهلي بلاعيبه النادي الاهلي واجهزه النادي الاهلي والنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واثق جدا في ادارته، في اجهزته الفنيه، في لعيبته. فحضرتك مهما تعمل مش هتقدر تعمل فتنه بين جمهور النادي الاهلي وبين النادي الاهلي. الناس دي فشلت بكل الطرق في عرقله النادي الاهلي في الملعب.
النادي الاهلي عنده حاجات كتير جدا، عنده مبادئ، عنده قيم، عنده روح، عنده رجاله بتعرف تجيب البطولات، عنده منظومه مش موجوده في اي حته في مصر، مش موجوده في اي حته في افريقيا. فعشان كده راح يطلعوا الاشاعات. مره يقول لك ايه ده، في لعيبه في النادي الاهلي مرشحه انها تطلع بره، وبعدين بعد كده قال لك ايه، لا الكلام ده احتمال يعني يتاخر شويه. طيب اللي بعدها، في لعيبه هتمشي لان مستر موسيماني مش عايزها من دلوقتي. يعني احنا عندنا معمعه الدوري وناس جايبه كل البطولات في 8 شهور ولا 9 شهور، ومستر موسيماني هيجي يقول هو ولجنه التخطيط احنا مش عايزين اللعيب ده من دلوقتي، وهو اللي بنفسه يعمل عرقله المسيره. ومره ثالثه يقول لك ايه، اصل في عروض وهميه اللعيبه من جايه من بره عشان يبعدوا اللعيبه دي عن التركيز، عشان يعملوا بلبله في الفرقه. وبعدين مره يقول لك ايه، ده كان في ازمات ومشاكل في الفرقه، مش عارف حصل مره، فاكر لما قال لك مش عارف الشناوي ومين وقفشه وشريف، كل ده مش جايب نتيجه. عشان كده هم قاموا بتحريف الكلام اللي قاله مستر موسيماني. طبعا الغرض معروف، الغرض معروف، هو عايز يعرقلك، عايز يحط لك اي حاجه، لان خلي بالكم احنا دلوقتي في اهم مرحله او اهم فتره من فترات الدوري العام المصري، الفتره اللي هي سباق المراحل الاخيره. لما هو لقى ان الموقف دلوقتي الفرقتين قريبين من بعض، هو بقى بيحاول ان هو ياثر عليك بالكلام ده، ياثر عليك بالكلام ده بره الملعب علشان يشوف نتيجته جوه الملعب. مش ده النادي الاهلي، ومش ده جمهور النادي الاهلي، ولا لعيبه النادي الاهلي، مش هو ده. النادي الاهلي عنده جماهير، وجماهيره دايما في ظهره، وجماهيره دايما عندها ثقه فيه. ومش كده وبس، حتى مجلس الاداره نفسه، شفنا الكابتن محمود الخطيب مع الفريق في كل لحظه. لو رجعتوا حضراتكم لورا هتلاقوا الكابتن الخطيب في كل مكان مع الفريق، كان معاهم دايما في الرحلات الصعبه، بيجي على نفسه، وطلع معاهم جنوب افريقيا، وطلع من جنوب افريقيا على الدوحه، ومن الدوحه طلع بعد كده على تونس ماتش الترجي، ومن الترجي طلع على المغرب عشان نهائي العشره. فحتى الكابتن محمود الخطيب وراهم في كل حته، حتى بعد انتهاء البطوله عمل جلسه مع اللعيبه وطالبهم بالتركيز في اللي جاي. ده يعني حتى على الشاشه اهو قدامكم دلوقتي الكابتن خطيب مع اللعيبه الفتره اللي فاتت. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه، ده بالمناسبه كان امبارح يعني قبل مباراه اليوم. اللي عايز اقوله لحضراتكم، احنا دايما دايما بعد البطولات الكبيره اللي احنا بناخدها او الماتشات الكبيره قوي اللي احنا بنعملها، دايما بتحصل حته استرخاء، واحنا يمكن اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وبتحصل، ولكن اللي بعدها الواحد بيبقى مشفق. انا كواحد من الجمهور بيبقى مشفق على الفرقه اللي هتلاعب النادي الاهلي لما بيحصل هزه، او الواحد او الفرقه بتخسر نقطه ولا نقطتين. شفنا برضو بقول لحضراتكم الكابتن خطيب امبارح عمل جلسه حفز اللعيبه، وهي اللعيبه مش محتاجه تحفيز لان اللعيبه حاسه بالموقف، ولكن الكابتن محمود خطيب عايز يحسسهم ان هو جنبهم، ان هو معاهم، حتى مش في المواقف البسيطه بس، لا حتى في المواقف الصعبه، حتى بعد النقطتين اللي احنا خسرناهم الماتش اللي فات، ولكن لا انا جنبكم، انا واثق فيكم، اللعيبه دي عملت تاريخ، وهي اللي هتعمل تاريخ، وهي اللي هتعمل شغل للنادي. لكن الاصحاب ذاكره السمك بينسوا الكلام ده، بينسوا البطولات. انا عايز برضو اخاطب جمهور الاهلي الواعي، وجمهور الاهلي كله واعي، ما تخليش حد ياثر عليك، مش مجرد نقطه ولا مجرد حتى بطوله ضاعت ولا حاجه، لا ما تخليش حد ياثر عليك. نادي الاهلي زي ما هو هيفضل نادي الاهلي، هيفضل هو النادي الاهلي البطل. لازم تثق في لعيبتك، تثق في اجهزتك الفنيه، تثق في مجلس ادارتك، تثق في المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. الفريق ده من اسبوع بس حقق بطوله افريقيا للمره الثانيه على التوالي، والعشره في تاريخ النادي الاهلي محطم رقم القياس السابق اللي هو 9. لكن الناس دي بتنسى، تنسى ان اللعيبه دي حفرت اسمها وعملت تاريخ في الثمان شهور دول ولا التسع شهور دول ما عملوش جيل قبلهم. اجيال النادي الاهلي دايما بتاخد بطولات، انما الجيل ده عمل انجاز رقمي كبير جدا 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 في 9 شهور. 5 بطولات وثالث كاس عالم. ولسه عندها كتير، زي اجيال النادي الاهلي القديمه كلها على مدار التاريخ. عندها كتير، عملوا تاريخ ولسه هيعملوا تاريخ ان شاء الله. ومش معنى
زي ما قلت لحضراتكم برضو المره اللي فاتت، مش معنى خساره نقطه يبقى انتهى المطاف، بالعكس خساره النقطه دي بتزود الدوافع عند اللعيبه، بتزود الرغبه عند اللعيبه، بتدي اصرار وتركيز اكتر عند اللعيبه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شوف الكلام ده من النهارده باذن الله رب العالمين. اللعيبه نفسها امبارح مع الكابتن خطيب بتقول ان الكابتن خطيب ورانا وقدامنا، ولازم احنا اللي نعوض النقطتين اللي ضاعوا منا الفتره اللي فاتت، والاربع نقط اللي ضاعوا في ماتشين في خلال خمس ماتشات الفتره اللي فاتت. احنا قادرين ان احنا ان شاء الله، وقادرين ان احنا نجيب البطوله السادسه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ناقص بطوله، البطوله دي هتاخد لها تقريبا شهر، 10 ماتشات باذن الله. رجاله النادي الاهلي قادرين باذن الله ان هم يكسبوا ال 10 ماتشات. وخلي بالك حضراتكم الكلام ده حصل قبل كده كتير، حصل موسم 95 96، حصل السنه اللي قبل اللي فاتت. اللي عايز اقوله لحضراتكم واقوله للاخوه اللي بيحاولوا يصدروا اشاعات ويعرقلوا المسيره، العبوا غيرها. ده لن ينال من لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لان دايما جمهور النادي الاهلي سند كبير جدا 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 وفي ظهر لعيبته. نروح بقى لماتش النهارده، طبعا ماتش مهم جدا في مسيره الدوري من اجل الوصول للقمه وان شاء الله المحافظه على اللقب. لكن قبل ما نتكلم في احداث المباراه، تعالوا نروح لمراسلنا نتعرف على اخبار الفريق ونطمن على استعداده الجاهزيه للمباراه، زميلنا العزيز شريف شعبان. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والانتاج الحربي في استاد الاهلي والسلام في السابعه مساء، يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق الانتاج الحربي. يمكن كواليس فندق الاقامه الفطار كان في العاشره صباحا، وخليني اقول لك كابتن ايمن كان كل لاعبي النادي الاهلي حريصين في اثناء طبعا تاديه او اثناء تناول وجبه الفطار يشاهدوا مباراه منتخبنا المصري مع منتخب الأرجنتين، وكان حريص أيضا الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون يشاهدوا مباراة جنوب أفريقيا ومنتخب فرنسا، وكانت يعني شاشتين منقسمين، شاشة المنتخب مصر وشاشة لجنوب أفريقيا. يمكن بين الشوطين غادر لاعب الفريق النادي الأهلي طبعا إلى غرفهم طبعا قبل وجبة الغذاء. وجبة الغذاء كانت في الثانية ظهرا، المحاضرة كانت الساعة 4 والسناكس كان 4:30. يمكن دي كانت أجواء داخل فندق إقامة النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي امبارح بالأمس كان تمرينته الساعة 5 العصر، وكان مستر بيتسو موسيماني عمل محاضرة حوالي 45 دقيقة اتكلم فيها عن نقاط القوة والضعف لفريق الإنتاج الحربي، وحذر من خطورة فريق الإنتاج الحربي، وقال يمكن ما يخدعكوش يعني ترتيب فريق الإنتاج الحربي في جدول المسابقة، لازم الجدية، لازم من أول دقيقة يكون عندنا إصرار على الفوز ومصالحة جماهيرنا وتعويض البنطين اللي خسروا من النادي الاهلي في مباراه سابقه امام فريق الانتاج الحربي. يمكن النهارده كابتن ايمن فريق الانتاج الحربي قرر عمل ممر شرفي احتفالا بفوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه والنجمه العشره، الكل بيحتفل بالنادي الاهلي باذن الله. باذن الله النهارده الفوز يكون من نصيب النادي الاهلي. امبارح ما ينفعش ما اتكلمش عن زياره الاسطوره الكابتن محمود الخطيب الى تدريب النادي الاهلي وحديثه مع اللاعبين ونسيان البطولات السابقه والتركيز فقط في البطولات القادمه، التركيز على بطوله الدوري العام، مصالحه جماهير النادي الاهلي، كلها يمكن اشياء بنتعلمها من الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب. لقد قبول كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، بقى في حماس وفي حافز عندهم قوي جدا ان هم يلعبوا مباراه الانتاج ويحاولوا يصالحوا جماهيرهم في الفتره المقبله. مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ كلام كان واضح، جلسات نفسيه مع لاعبي النادي الاهلي، محاوله الخروج بسرعه من يعني التعادل الاخير امام فريق البنك الاهلي، الكل تعهد على الفوز في المباراه المقبله، اهم حاجه بس التوفيق باذن الله، وباذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيبنا في مباراه اليوم امام فريق الانتاج الحربي اللي بياخده فنيا الكابتن احمد عبد المنعم كشري، او في باقي مباريات الدوري عشان نفنش البطوله كالعاده في دولاب بطولات النادي الاهلي. عاوز بطولات دور على النادي الاهلي، عاوز انجازات دور على النادي الاهلي، يا رب باذن الله باذن الله باذن الله يكون النهارده في فوز وتكون كالعاده بطوله الدوري ممتاز في دولاب بطولات النادي الاهلي. دي كل اجواءنا كابتن ايمن داخل فندق اقامه النادي الاهلي، عوده ليك من جديد. اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. الحمد لله كل الامور، ناقص بس ان شاء الله رجاله النادي الاهلي ينزلوا الملعب وباذن الله
يكونوا عند حسن ظن الجميع وياخدوا الثلاث نقاط اليوم ان شاء الله. طبعا شفنا العلاقة بين الكابتن محمود الخطيب وبين اللعيبة وشفناها قبل كده، يعني الكابتن الخطيب دايما في كل المواقف سواء سهلة أو صعبة واقف معهم، وشفنا كمان حب اللعيبة للكابتن محمود الخطيب، شفناها قبل كده في ماتشين لما ادوله الميداليات كلها لما كسبوا البطولة، وشفناها الماتش الأخير لما كسبوا العشرة والسوبر الأفريقي الكلام دوت، وشفناها الماتش الأخير لما كسبوا العشرة وادوله الفانيلا رقم 10 ومكتوب عليها بيبو. طبعا برضو اللي انا عايز اقوله في الاخر، مش النادي الاهلي اللي بيتاثر باي حاجه، النادي الاهلي كبير قوي، النادي الاهلي كبير قوي 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 عليكم، على الناس اللي بتسيء للنادي الاهلي. طبعا ماتش النهارده ماتش مش سهل، قدام فريق مفيش قدامه غير فرصه واحده، يعني نادي الانتاج الحربي في اخر فرصه ليه النهارده، اخر فرصه ليه النهارده في البقاء في الدوري، لازم يكسب النادي الاهلي. فالماتش صعب، الفريقين عندهم الدوافع، الفريقين عندهم الرغبات، لعيبه النادي الاهلي مش عايزه تخسر نقطه تانية، لان مازال حتى الان الموقف في ايدك. انا بتكلم عن النادي الاهلي. الموقف مازال حتى الان في ايدك. باذن الله مكسب يجيب مكسب. المكسب يجيب مكسب يجيب مكسب، هتلاقي الامور ماشيه والخصم بتاعك بيتضغط اكتر. والخصم بتاعك هو اللي ممكن يتعرقل. فإن شاء الله بإذن الله نفضل ماسكين الأمور في إيدينا، نفضل ماسكين الأمور في إيدينا بداية من مكسب النهاردة إن شاء الله. النهاردة كشري اللي هو المدير الفني للإنتاج الحربي ممكن يلعب ماتش دفاعي، وممكن نلاقيه فاتح، ممكن يعتمد على هجمات مرتدة، ممكن يعمل عليك ضغط من البداية، يعني هو عنده حلول. لو لا يعني لو خسر والاهلي كسب ان شاء الله باذن الله رب العالمين مفيش حد هيلوم، هو عايز يعني خلاص بيتشبث، اخر امل ليه مباراه النهارده، فهيكون ماتش تكتيكي على اعلى مستوى بين مستر موسيماني وكشري. كل واحد ليه فكر فني، كل واحد ليه فكر خططي، كل واحد ليه اهداف من الماتش ده. وان كنت بقول ان الدوافع والرغبات اكتر عند النادي الاهلي، الصعوبات اكتر على النادي الاهلي، لان تقريبا لو حضرتك بصيت لجدول الدوري الامور صعبه جدا جدا جدا، بل تكاد تكون شبه مستحيله للانتاج الحربي. هو صراع بين اثنين مدربين متميزين في الدوري، كل واحد ليه فكر، كل واحد ليه هدف، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يتمكن مستر موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي من حسم اللقاء النهارده ان شاء الله. تعالوا نشوف تقرير عن صراع موسيماني وكشري خارج الخطوط ونرجع لحضراتكم. مواجهه بين اثنين مدربين كل واحد منهم ليه هدف وبيخطط له. احنا عندنا ميزه في النادي الاهلي ان احنا دايما بعد كل مثلا نقطه بنخسرها نقطتين بنخسرهم ما بنعانيش، ما بنكبرش، بنبقى عارفين اخطائنا، بنحاول نستفيد من الدرس اللي احنا خدناه من الماتش اللي فات، سواء لا قدر الله بيبقى كان في هزيمه، او انا بعتبر التعادل النادي الاهلي زي الهزيمه. التعادل بالنسبه لنا في النادي الاهلي طول عمره هزيمه، احنا ما بنقبلش غير المكسب وجمهورنا ما بيقبلش غير المكسب. فانا بعتبر ان اللي حصل الماتش اللي فات درس، فالدرس ده اتعلمنا منه، وان شاء الله هتشوفوا باذن الله زي ما شفنا في ماتش بيراميدز. فاكرين لما ماتش بيراميدز كانت الافضليه لينا وخسرنا نقطتين في اخر المباراه، وشفنا الثلاث مباريات اللي بعدها النادي الاهلي عمل ايه. برضو ان شاء الله ماتش النهارده لعيبه النادي الاهلي اتعلمت من الدرس، وان شاء الله ان شاء الله الاخطاء اللي احنا شفناها الماتش اللي فات مش هتتكرر النهارده. وباذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده لحصد الثلاث نقاط. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. منور كابتن ايمن، اهلا بيك. اهلا بيك. توفيق يا رب. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك كابتن، منور. اهلا وسهلا بيك ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك كابتن، منور. كابتن ايمن، الله يسهل بيك. كابتن احمد بلال، الحمد لله على السلامه من الساحل، منورنا كابتن. سلمك هداف، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. كابتن شريف، في البدايه كنت عايز اتكلم زي ما اتكلمت في الانترو على موضوع الاشاعات والعراقيل اللي بيحاولوا يحطوها في طريقك عشان انت يعطلوا المسيره بتاعتك. يا كابتن ايمن، يا ما دقت على راس طبول. احنا هنبص، احنا طول عمرنا بنبص في ورقتنا، احنا مالنا ومال الله. هم هيفضلوا طول عمرهم كده على فكره. بس هي زادت عن الحد الفتره الاخيره. لو كنت عدلت. صح. مش لو خدت العشره، لا، لو كنت عدلت. صحيح. فبالنسبه لهم التعادل ده بمثابه حاجز. خط بارليت بالنسبه لهم انك انت تتعادل. بيعبروا اللي فاتهم، يعني هم احنا بنتعادل عشان يحاولوا يوصلوا ان احنا نبقى زيهم او في نفس النقاط او في نفس المرتبه او اي فرقه بتحاول تقتنص من النادي الاهلي، اذا كان على السوشيال ميديا او في الملعب او في اي حاجه. فده الطبيعي اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا، يعني ما فيش حاجه تقلقك من اي حاجه. كل المطلوب التوفيق، ولاعيبتك زي ما هي رجاله، حتى برغم الغيابات اللي احنا فيها، برغم الضغوط اللي احنا مطلوب مننا. الفرقه الوحيده اللي في العالم، بايرن ميونخ، مش مطلوب منه كده، مطلوب منه يكسب كل ماتش. ايوه، الفرقه الوحيده في العالم. الجمهور بتاعك ما يبقاش غير كده. ده ممنوع تتعادل. ايوه، لن نقبل. صحيح. ولن يقبل اي تيشيرت احمر او اي من ينتمي للنادي الاهلي ان هم يجوا في حاله تعادل ولا حاله هزيمه. بس خلي بالك، احنا طول عمرنا كده كابتن، يعني التعادل بالنسبه لنا كان هزيمه. يا عم انت اتغلبت من بايرن ميونخ، اتغلبت منها في 2-0 في بتاع كاس العالم، في كاس العالم للانديه. خرجت الاهلاويه ناقمه، مظبوط، مش طايقه نفسها، مظبوط، اللي هي بتكسب بالستة وسبعة ريال مدريد، وبتكسب أربعة، وبتكسب خمسة يعني. فتخيل بقى الشعور اللي انت فيه. فده كله يتولد في اللعيبة اللي هي وصلتها كذب في الإدارة. بلاش ريال مدريد، كذبة برشلونة. برشلونة انت عشان ريالي. فانا عايز اقول لك على حاجة، ادارتك ودستورك ومبادئك وجماهيرك لا تقبل التعادل. فعلا فعلا احنا لا نقبل التعادل. صحيح. لا نقبل ان احنا يبقى في اي حد معانا ماشي بتواجي، او احنا على طول دايما بنخلص الحكايه قبلها بست سبع اسابيع. احنا على طول ده اللي عودونا عليه اللعيبه وعودتنا عليه ادارتنا وعودونا عليه اجيالنا. صحيح. يعني شايف بلال بيقول لك هداف، وانت تقول له اجوال، وانا اقول له بلال اجوال، وانا حد يقول لي مش عارف يا فلان، وعادل واسامه، كل واحد فينا ليه وجوده وليه زمنه وليه اداؤه اللي هو كوفئ عليه. صحيح. اللي هي زي ما انتوا بتقولوا، بنحط البطوله بندور على البطوله اللي بعدها. صحيح. فده الطبيعي بتاعنا يا كابتن ايمن، وزي ما قلت لك ولا يهمك. مزبوط. ولا تسمع، لان هم الناس اللي عايشه على الحكايه دي مش لاقيين اي حاجه يقدموها. يقول لك ايه، احنا خدنا. مزبوط. احنا عملنا، احنا سوينا، احنا لا. هو يقول لك فلان عمل، فلان تعادل، فلان. الى ان تحل هذه المشكله النفسيه. صحيح. ربنا معاهم يعني. صحيح. كابتن اسامه، اللي شفنا في اليومين الاخرانيين تم تحريف كلام قاله مستر موسيماني لاحدى الاذاعات في جنوب افريقيا علشان يعملوا وقيعه بين مستر موسيماني اللي عمل انجازات كبيره جدا جدا من اكتوبر حتى الان، حتى وقتنا هذا خد تقريبا كل البطولات اللي دخل فيها، طبعا بفضل وتوفيق من عند ربنا، ولاعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي في الملعب والمنظومه بتاعه النادي الاهلي نفسها. فهم بيحاولوا يشوفوا اي حاجه عشان يوقعوا بين مستر موسيماني وتصريح قال ايه النادي الاهلي. هو قال في ايه في التصريح؟ انا ما سمعتش. هو كان تصريح قاله مستر موسيماني لاحدى الاذاعات في جنوب افريقيا، وهم حرفوا التصريح. أيوة. على اساس ان هو اساء للنادي الاهلي. لا، عمره مستر موسيماني، اولا من قبل ما يجي النادي الاهلي وهو بيفخم جدا في النادي الاهلي، ولعبته طبعا. النادي الاهلي كنادي اهلي ككيان، واللعيبه وبانت منه في مباراه سان داونز قبل ما يجي يمسك الفريق، وطول عمره بيتكلم كويس على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي. فمش ممكن بعد ما الراجل جه هنا واتكتب في السي في بتاعه تاريخ كبير جدا، يعني خلاه منطقه تانية خالص في افريقيا، وحتى بالنسبه للوطن العربي يعني نستبعد شويه اوروبا، لانه بيبقى صعب انه
انه مدرب في افريقيا وكده يمسك فرق اوروبيه، لكن انا بتكلم عن منطقه الخليج وافريقيا اسمه كبر جدا اكتر ما كان هو كبير. صحيح. فمش ممكن ان هو مش من السذاجه، بالعكس هو مميز جدا، من اميز المدربين اللي الواحد شافهم في موضوع التصريحات، بيبقى واخد باله جدا وبيتكلم كويس جدا وراجل يعني عمره ما بيغلط. فاللي يتكلم زي ما كابتن شريف بيقول لك يتكلم، النادي الاهلي ماشي في الخط بتاعه والطريق بتاعه، ومش اول سنه قابلنا يعني مثل هذه الاحداث يعني او المعوقات يعني. ف ولا في مشكله، النادي الاهلي طبيعي انه هيجي له وقت يتعادل وهيجي له وقت يخسر، كره القدم في العالم كله كده. لكن كل البطولات اللي مستر موسيماني مع فرقه النادي الاهلي، وطبعا بتوفيق الاداره والجماهير العريقه اللي ورا النادي في كل حته، خد كل البطولات اللي اشترك فيها. وطبيعي انك ممكن تتعثر احيانا، لكن احنا جايبين بطوله كبيره جدا لسه من اسبوع او 10 ايام، ف يعني الناس بتتلكك على اي صحيح. شيء بسيط وتافه في كره القدم. صحيح. فان شاء الله القاطره او التسير قافلة. يعني او القافله، القافله تسير لا لا انا بقول القافله تسير، لا لا عمري ما اقول كده طبعا، لا لا انا مش من الناس اللي عمري اغلط بالطريقه دي او كده، لا احترم كل الناس طبعا، لكن انا اقصد ان الدنيا ماشيه. صحيح. الامور ماشيه يعني. صحيح. فاحنا نمشي في خطنا ونركز كل مباراه يعني كل مباراه في 90 دقيقه بتاعتها نخلصها. صحيح. ونبص للي بعديها ان شاء الله. كابتن عادل، طبعا حضرت اليومين اللي فاتوا القلق والجدل اللي كان ظاهر على السوشيال ميديا. تمام. وبشكل عام في الاخر هم عايزين يعملوا وقيعه، مش قادرين عليك جوه الملعب، عايزين يوقعوك خارج الملعب بحيث ايه ياثر على العلاقه بين لعيبه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي ومستر موسيماني. هو احنا اتكلمنا قبل كده يا كابتن وكنا موجودين هنا، قلنا طالما مش هتقدر عليا جوه الملعب فممكن تشتغل بره الملعب. الحاجة التانية المهمة انه ايه الفريق اللي ممكن تتشهر منه لما تتكلم عليه؟ هو النادي الاهلي. ايه الفرقة اللي انت ممكن تتكلم عليه وتطلع اشاعات او تقول عليها خبر علشان الناس تنتبه لك؟ هو النادي الاهلي. صحيح. فكل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي معروفة من زمان، والكباتن قالوا ان ده ان الكلام اللي بيتقال ده كله معروف، بس هو المهم في ايه يا كابتن؟ علشان كده نجاح النادي الاهلي بيبقى كبير في مصر، واحنا بعاد قوي ودي حقيقه عن اي منظومه تانية في كره القدم في مصر، احنا بعاد. البعد بتاعنا نبع من حاجه واحده بس اللي هو ايه؟ كل واحد بيشتغل شغلته، دي واحد. اتنين، كل واحد بيتحمل مسؤوليته، بتتحاسب عليه اخر السنه. انت ما فيش واحد بيدخل لك ويقول لك انت بتلعب مين، بتجيب مين، بتعمل مين. صحيح. انت شغال شغلتك دي فانت بتشتغل فيها. والمبدا ده النادي الاهلي كان حاطه من زمان، وكل الناس اللي شغالين رؤساء الانديه ومجلس الاداره اللي تعاقب على النادي الاهلي كله كان بيشتغل بالمنظور ده. الحاجه الاحترافيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو بيقول لك ايه مثلا، لما اجي انا اتكلم على موسيماني كمدير فني عنده حريه الراي في كل حاجه عنده جوه ملعبه. مزبوط. هو رئيس الفرقه دي، يعني هو اللي بيشتغل مع الفرقه دي، لما بيحصل حاجه بتمس مجلس الاداره او كده بيتدخلوا، ولكن ما بيتدخلوش في فنيات تماما يا كابتن. الامر في الاخر نقدر نقوله ودي حاجه مهمه جدا، ان لو انت زي السابق المرسوم لو بصيت وراه هتقع طبعا. المفروض صحيح. علشان تكسب بتبص قصادك. الناس دي كلها هتسكت امتى؟ لما تخلص ان شاء الله الدوري باذن الله، وتاخد الدوري ربنا يكرمك فيه، هنقول اركن برضو على التاريخ، نحط ده على التاريخ وانتهى الموضوع. معنا وصول فريق انتاج الحربي لملعب المباراه، وان شاء الله بعد كده وصول النادي الاهلي باذن الله. اتفضل يا كابتن علي. يعني اخر كلمه اقولها لك يا كابتن ايمن، اخر كلمه اقولها لك، ان لو انت بصيت وراك هتتكعب. صحيح. خليك قدام، خلينا نكسب على طول. صحيح. كابتن بلال، يمكن انت تعودت على اشاعات كتير جدا 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 في حياتك كلاعب، واتعودنا دايما من جمهور النادي الاهلي غير لعيبه النادي الاهلي ان هو ما بيتاثرش ابدا من الاشاعات دي.
لا وانا لعيب وانا بره اكتر. بالظبط بالظبط. انت اتقال عليك شعار كتير قوي قوي. صحيح. انا حدث ولا حرج يعني. صحيح. شوف انا هقول لك على حاجه، دايما اللي بيطلع عليه الاشاعات ده الناجح. صحيح. مفيش حد فاشل بيقال عليه اشاعات، مفيش حد، الناس ما بتجيبش سيرته اساسا. صحيح. يعني انت عشان تبقى راجل يعني مالكش تاريخ، مالكش اسم، ما بتعملش انجازات، مالكش وجود، مفيش حد هيتكلم عليك لا بالايجاب ولا بالسلب. تمام؟ انما عشان انت راجل ناجح، عشان انت بتحقق اهدافك، كل كلمه بتتقال ممكن تحرف. صحيح. تمام؟ وتتاخد يا بالايجاب يا بالسلب. خد بالك ممكن الكلام ما يتاخدش زي ما هو. لا صحيح. يعني اللي بيحبك هياخد الكلام بالايجاب وهيفسره لصالحه، اللي ماشي ضدك وعايز ان هو يخبط فيك هياخد الكلام بالسلب عليك. فطبعا مستر موسيماني الفتره اللي فاتت راجل ناجح، انت بتتكلم من اكتوبر لحد النهارده، 2 بطوله افريقيا، بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر، السوبر الافريقي، السوبر المصري، في ثالث عالم، انت بتتكلم حوالي تقريبا 8 بطولات باللي فاتت دي، 8 بطولات كبار حققهم الراجل في تقريبا في 9 شهور او 10 شهور من منذ قدومه للنادي الاهلي. كل اللي عايز يهد في المنظومه بتاعه النادي الاهلي هيبتدي يضربك، يا اما من عند المدرب، يا اما من عند رئيس النادي، يا من عند التصريحات، يا من عند اللعيبه، يا فلان بيسهر. حفلت وصول لعيبه النادي الاهلي لملعب المباراه ان شاء الله يكون وصول خير باذن الله تعالى، ويكون تالق النهارده ونعوض المباراه اللي فاتت باذن الله. المباراه اللي كانت سهله بالنسبه لنا، يعني احنا خسرنا نقطتين فيها، ان شاء الله النهارده نعوضهم النهارده ونواكب المسيره باذن الله تعالى، مسيره الحفاظ على بطولة الدوري العام بإذن الله تعالى إن شاء الله. ودي سمات النادي الأهلي، خد بالك. صحيح. كل الناس بتحاول تضربك من الحتة الغير فنية. صحيح. ومن الحتة الغير إدارية. أنت النهاردة أصبحت أنت النادي الأهلي إداريا قوي جدا جدا جدا. مزبوط. فنيا قوي جدا جدا جدا، لأنك بتكسب كل البطولات. تصريحاتك من رئيس النادي هو اللي بيصرح، ثم المتحدث الرسمي، إحنا ما فيش حد عندنا بيبلى أي تصريحات في أي توقيت. فأنت النهاردة نادي منظم عنده سياسه بيشتغل عليها. فالنهارده اي تصريح ممكن ياخده على سيد عبد الحفيظ، تصريح يقوله في اي وقت من الاوقات، ممكن يتاخد على مستر موسيماني كلمتين يقولهم في اي وقت من الاوقات. لكن كون ان انت بتتكلم على الجزء الفني او الجزء الاداري الحقيقي، ما اعتقدش ان حد هيتكلم في الجزئيه دي. فالنهارده النادي الاهلي وضع طبيعي جدا، خد بالك، عشان حد يضربك او حد يحاول ان هو يهز الكيان الكبير، ممكن عن طريق تصريح، عن طريق كلمتين اتقالوا، عن طريق لعيب مثلا ممكن يتصور في وقت من الاوقات ان هو بيخرج، او يعني الشغل الشاغل بتاع الناس النهارده، ازاي فلان راح يكتب كتابه، ازاي. صحيح. كلام بعيد عن الرؤى الفنيه، وبعيد عن الفنيات، وبعيد عن مجال كره القدم يعني. صحيح. تحديدا يعني. فانت صحيح. النهارده وضع طبيعي جدا انك هتستقبل كل هذا الكلام، لكن انت زي ما قالوا الكباتن كلهم، النهارده عندك سياسه ماشيه عليها، عندك اهداف بتحاول توصل لها، الاهداف بتاعتك ما بتخليش حد يعرقلها، لان كتير جدا جدا من الناس اتكلمت عن النادي الاهلي. يعني هذكرك يوم ما مسك، او الفتره اللي مسك فيها كابتن محمود الخطيب في البدايه، كانت فتره احلال وتجديد بالنسبه لفريق كره القدم، والناس كلها اتكلمت كابتن الخطيب وازاي يعني هيشتغل الفرقه مش قد كده. ومع ذلك في الوقت ده اللي كان فيه احلال وتجديد، الاهلي وصل 2 فاينل. مظبوط. 2 فاينل. مزبوط. يعني خسر في 2 فاينل. مزبوط. مع فرقه بتشيل او بتغير من يعني بتغير كل الفريق، بتغير الفريق تاني. بالظبط. بتغير جلدها. كمان ايه، خسرنا في ظروف صعبه جدا 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 جدا. صحيح. جدا جدا. صحيح. جدا جدا جدا. صحيح. وخسرت ايه، خسرت بهدف. صح. يعني انت الترجي التونسي انت خسران بهدف. هي. انت خسران كسبان هنا 3-1، خسران 3-0، فرق هدف. ومع ذلك كل الناس كانت تتكلم ان الكابتن الخطيب هيدير النادي ازاي بالشكل ده، وفي لعيبه هتمشي ولعيبه هتيجي، والحمد لله بعد استقرار حصل قدرنا ان احنا طبعا تخطينا كل الصعوبات. صحيح. قدرنا ان احنا ناخد كل البطولات، وبشوف ان الراجل ده يعني موفق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. نتمنى له ان شاء الله الاستمراريه والتوفيق في بطوله الدوري العام باذن الله رب العالمين. قبل ما نروح للكابتن شريف، معانا تشكيل النادي الاهلي لمباراه اليوم، هيبقى علي لطفي حراسة المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، قدامهم اثنين اليو ديانج وعمرو السوليه، وخط الوسط الامامي وراس الحربه هيبقى كهربا واجي على الاطراف، في وسطهم محمد مجدي قفشه، ومهاجم وحيد مروان محسن. نقولها مره ثانيه، علي لطفي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ايمن اشرف وبدر بنون، اثنين وسط دفاعي قدامهم هيبقى اليو ديانج وعمرو السوليه، ورباعي المقدمه هيبقى محمود كهربا واجي على الاطراف، بينهم محمد مجدي قفشه،
وراس حربة مروان محسن بالتوفيق إن شاء الله. كابتن شريف، رؤيتك بقى للماتش النهاردة من ناحية الفنية. والله هقول لك على حاجة، احنا في كل مباراة بيبقى لنا إيجابيات وبقى لنا سلبيات. يعني المباراة اللي فاتت احنا السلبيات الأولى اللي أنا بشوفها إن احنا عدم إحرازنا أهداف في أول 45 دقيقة، عدم التركيز في إنهاء الهجمات بشكل سليم وصحيح، يعني بيخلي لك دايما الأسبقية، عدم إضافة هدف بعد الهدف اللي أنت جبته في أول الشوط الثاني كان يقدر يخلي لك المباراة سهلة جدا وتقتل الماتش، وبقى كل عندك بالنسبة للجهاز الإداري اللي بره وبالنسبة للاعيبة اللي جوه ارتياحية، راحة نفسية، يعني ناس بتتعامل بقى بأسلوب إنها برضو الفرقة اللي أنت هتلعبها النهاردة آخر ماتش لعبته من حوالي 20 يوم، أنت آخر ماتش بتلعبه من 72 ساعة، فده برضو كل دي الضغوط على اللعيبة كلها، إذا كان بدنيا إذا كان الاستشفاء ما بتلحقش، حتى لما لعيب بيتعور أو لعيب عندك واخد كام غرزة في وشه وهيبتدي النهاردة الماتش، يعني أكيد بيبقى فيه ظروف، خالد محمد شريف مش موجود، خلت حمدي فتحي ضغط عليه جامد، اي حاجه هم دول التغييرين الوحيدين في التشكيل، يعني شايفهم في الفرقه، يعني وجود ديانج من البدايه مكان حمدي فتحي ووجود مروان محسن من البدايه على حساب محمد شريف، وان كنا كلنا بنقول ان كل لعيبه زي بعض، ان كل لاعب هو اللي بيخلي نفسه في المستوى الاول بالنسبه للمدير الفني، كل لاعب هو اللي بيخلي نفسه الوجود. ايوه، والاستوديو اللي فات كان عادل بيتكلم وبيعمل ستريس على حاجه جميله جدا، ان اللعيب لما بيجيله فرصه لازم يمسك فيها، لازم يمسك فيها كويس قوي، وده بيعود بقى بعد كده على الفرقه وبيعود على نفسه هو كمان، فلازم يعمل يعسكر لنفسه الفتره دي، لازم يعسكر يعمل لنفسه، ده هو كان بره الحكايه. انا وانا باخد الميداليه وانا مش موجود في الماتش، فرقتي خدت واشتركت لمده 300 دقيقه في البطوله، بس في غيري اشترك 1300، انا لازم ابقى في المواكبه دي، لازم ابقى قدام الناس دايما، وخاصه لو انا عندك اسم وعندك شعبيه وعندك حب جماهيري تقدر تحافظ عليه، فلازم الناس دي دايما احنا نفضل ننوه عليهم، ودي شغلتنا بصراحه، لازم نقول لهم لا لازم تركزوا اكتر من كده، لازم تقفوا الملعب اكتر من كده، لازم تديني الامكانيات اللي انت لابس فيها التيشيرت الاحمر. ايوه بس خد بالك كابتن، انت عارف يعني الماتش اللي فات تحديدا، يعني الماتش اللي فات اللي هو بعد نهائي الافريقي، يعني يبقى عندك حتى في بتوع التنس كمان لما كسبان تو سيتس مثلا مجموعتين بيجي في المجموعه الثالثه استرخاء شويه، وضع طبيعي، عمرنا ما خدنا بطوله، حاله التشبع ده مش فكره استرخاء يا كابتن، بقول لك ايه، عمرنا ما خدنا بطوله وكسبنا الماتش اللي بعدها، ده احنا على طول كده، خد بالك يا كابتن، ده طبيعي جدا، طبيعي جدا في كل العالم، دي حاله صحيه على فكره، انك بتوصل لحاله التشبع فخلاص بيجي وقت لازم حاجه تفوقك، يعني خلاص انت وصلت المرحله لازم في محتاج فوقان، فالتعادل او الهزيمه او بطوله اوروبا ورجع تعادل 2-2 مع فرقه اخر الديل، ده خد بالك ده طبيعي، عشان الناس اللي بتطلع تقول ده الاهلي والمستوى، لا مش معقول انا كسبان افريقيا وهاجي العب مع البنك الاهلي، مع احترامنا طبعا البنك الاهلي، وهيبقى هم افضل مني، لا لا يعني عندك غيابات ست لعيبه، عندك ست لعيبه غيابات غير حسين الشحات كان كمان مصاب ما كانش موجود، فعندك اسباب كتير قوي، بس معلش انا هتدخل في دي شويه اقول لكم حاجه مهمه قوي، في لعيبه اخرين جوه الفرقه ممكن تستخدمها بعد المكسب، بمعنى ما احنا لازم علشان نوصل، احنا طول عمرنا مميزين علشان دي، حتى لو دي عندنا مش صحيه نعملها صحيه ازاي، انك انت بيبقى عندك لاعبين ما خدوش كتير قوي، انت ممكن تخليهم تحسهم على انهم يدوك في الماتش اللي بعد البطوله، لانه عاوز يثبت نفسه، لانه احتياطي، لانه ما لعبش، وده الكابتن شريف، بس خد بالك مش هتقدر تغير تيم كامل، لا المباراه الثانيه، بص انت بتتكلم على 2-3 مثلا ممكن تغيرهم، لا في حاجتين بينكم انتوا الاثنين، يعني دايما دايما انت بتعمل حافز جديد لكل بطوله ولكل مباراه، الحافز ده اللي انت بتعمله انت بتعدله، لو كسبت البطوله هعمل ايه، خلي بالك، يعني خلي بالك ان دي اعداد نفسي بيتعمل من المدرب ما قبل البطوله وما بعد البطوله، فاحنا علشان نوصل لان احنا يعني عندنا عيب في دي عاوزين نصلحه ما نستسلملوش، احنا نصلحه ازاي؟ انك انت بتعمل حافز جديد، مين اللي كان بيعملها كويس دي؟ مانويل جوزيه، كان كل البطوله، بس انا مش معاك، احنا جينا من اليابان غلبنا الاسماعيلي 3-0، ايوه انت جيت من اليابان، لكن انت كنت كل انت واخد مع مانويل واخدين تالي 23 بطوله، واخدين تالي انت واخد مع مانويل 23، بس انا بقول لحضرتك يعني المفروض انك انت 23 مباراه بعد ال 23 بطوله تخسر،
مانويل جوزيه اول ما بيخلص البطوله ده بتلاقيه ماشي وائل جمعه على السلال القطري، ودى بقى شال الكابتنه من عصام الحضري، عمل مش عارف ايه. ده شغل التدريب، ده حجره كابتن. بعد اذنك طيب نقول تشكيل الانتاج الحربي النهارده. هيبقى احمد يحيى لحراسه المرمى، علاء سلامه ظهير ايمن، طارق ابو العز ظهير ايسر، اثنين في القلب محمد الشبيني ومعاذ الحناوي، بيلعب اربعه في نص الملعب محمد سوسته، ابراهيم عبد الخالق، اسلام جابر، غنام محمد، واثنين راس حربه قدام او راسين حربه مصطفى البدري وامادو نياز. نقول لهم مره ثانيه، احمد يحيى لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر علاء سلامه وطارق ابو العز على الاطراف، محمد الشبيني ومعاذ الحناوي قلبي دفاع، قدامهم اربعه في نص الملعب محمد سوسته، ابراهيم عبد الخالق، اسلام جابر، غنام محمد، وراسين حربه مصطفى البدري وامادو نياز. ارجع بس في الحته بتاعت اللعيبه واعداد اللعيبه والشكل النفسي اللي اتكلم عنه عادل. ايوه، ما كانش اللعيب نفسه هو اللي هيجيب نفسه من جوايا. يبقى مانويل جوزيه قعد خرج، كان عنده فرقه كتيبه طبعا، كان عنده، انما انت النهارده ناقص 6-7 لعيبه. أي. وعندك اللعيبه اللي موجوده دي ما كانتش اللعيبه دي بنفسها. ايوه، هتبقى يبقى عندها الحاجة. هي المسؤوليه قدام الجهاز الفني. لما يرجعوا اللعيبه الثانيه خلاص ما تشتكيش بقى. ايوه، ما تشتكيش لما تلاقيش. تمام، ما تشتكيش بقى لما تلاقي نفسك مش موجود خالص. تمام. وفي اللي جاي كمان. انت في مرحله دلوقتي داخلين على تأييد وداخلين على وجود وداخلين، تديني بقى الفرصه انا كمان ان شاء الله النهارده يكونوا حافظ على الهيكله بتاعتك وحافظ على شكلك بادائك اللي انت بتدوني في الملعب. ان شاء الله النهارده يغيروا اللي كان حاصل الماتش اللي فات. كابتن اسامه، مباراه صعبه وبخاصه بعد التعادل الاخير مع البنك الاهلي وفقدان نقطتين سمين. هي يعني على الورق عشان المباراه ما ابتدتش تبان ان هي صعبه، بس هو الطبيعي مش معنى ان النادي الاهلي تعادل في مباراه انه الامور تبقى صعبه بالنسبه له، انه ما يقدرش يكسب اي مباراه في الدوري، يعني بالنسبه للمستويات اللي موجوده. الانتاج الحربي بيكافح عشان يعني مش يقول بصيص من الامل، يعني اقل من بصيص من الامل، يعني هو يكاد يكون نزل درجه تانية، يكاد يكون مزبوط. يعني هو النهارده هيقاتله طبعا انه يكسب النادي الاهلي. مفيش قدامه غير مكسب. ما قداموش غير انه يكسب، وهيقاتل وهيحاول، بس كل ده حلو انت اللي امكانياتك اكبر، وانت اللعيبه الدوليه، وانت الفرق الشاسع بينك وبينه. انت لما تيجي تبص لمركز الانتاج طبعا الاخير، تعالى في الناحيه الدفاعيه عليه 50 هدف. صحيح، عليه 50 هدف. صحيح. يعني حتى بقيه الفرق مش قريبه منه، هو اسوان 45، الباقي كله ثلاثينات، يعني في مشاكل واضحه في النواحي الدفاعيه، وفي مشاكل واضحه جدا في حراسه المرمى. صحيح. يعني من بعد ما عامر مشي وراح سيراميكا كليوباترا، استقبل كتير قوي، فارق كتير قوي مع سيراميكا. صح. وفارق كتير قوي مع الانتاج الحربي، فارق ايجابيا مع سيراميكا. وهنا احمد يحيى حارس كويس وكل حاجه، بس خبرته قليله شويه، ففي مشاكل. فاللي انا اقصده انه مهما يكون الانتاج عنده دوافع وعنده حوافز او قللوا على حوافز وانه عايزين يكسبوا، في فوارق، لكن الفوارق مفروض النادي الاهلي وبعد التعادل كمان الامور، واحنا كلنا لعبنا وعارفين اليوم اللي النادي الاهلي بيتعادل فيه او يخسر، المباراه اللي بعديها مفروض الفرقه الثانيه ما بتشوفش قدام، يعني بيبقى فيه. صحيح. حتى من غير ما المدرب يتكلم، احنا كنا كلاعيبه بنقعد مع بعض، وانا اكيد هم عملوها من غير حتى مستر موسيماني ولا سيد. وده خلي بالك حصل بعد ماتش بيراميدز من اربع ماتشات. مظبوط. لما كسبنا ثلاث مباريات ورا بعض وعملنا اداء ولا اروع. لانه انت متابع في كل مكان، اولا احنا متربيين كده كلاعيبه النادي الاهلي على البطولات، ثانيا انت الجمهور بعد التعادل اللي فات، يعني زي ما كابتن شريف كان بيقول، بالناس مش يعني لا تقبل انك تتعادل او تخسر، فاللعيبه فاهمه كده كويس قوي، فبيبقى المباراه اللي بعد تعادل او بعد هزيمه للنادي الاهلي بيبقى في قتال غير طبيعي. فانا شايف ان شاء الله، رغم ان على الورق هي فعلا مباراه صعبه، لانك مباراه لسه ما بتعرفش ظروفها ايه. صح. لكن اتصور النادي الاهلي النهارده هيبقى فيه روح عاليه جدا عن المباراه اللي فاتت، لان المباراه اللي فاتت بدايتنا يمكن زي ما بلال وعادل كانوا بيقولوا ان بعد بطوله كبيره
بيبقى في حاله يعني المكسب البطوله الكبيره بيخلي تشبع، بيخليك شويه هادي شويه. فعلا البدايه الماتش اللي فات قعدنا بتاع ربع ساعه كده نايمه. انا اتصور النهارده هتلاقي ضغط شديد جدا، هتلاقي كفاح كبير جدا. بس النقطه اللي كلهم اتكلموا فيها اللي هي بتاعه اللعيبه اللي بتجي لها فرص، انا متفق مع كابتن شريف تماما انه ده انت المفروض بتستنى المدرب يديك 10 دقائق او ربع ساعه او ثلث ساعه. انت دلوقتي بيجي لك ماتش من بدايته وماتش من بدايته وماتش من بدايته، اذا ما كنتش انت تستغل حتى من غير ما المدرب يقول لك انك تستغل الفرصه وتثبت انك انت جدير انك تلبس الفانيلا الحمراء، فدي مشكلتك انت بقى، مش مشكله المدير الفني ولا مشكله النادي. فاتصور ان شاء الله ان النهارده المباراه هتبقى يعني فيها كفاح كبير من لعيبه النادي الاهلي، واعتقد ان ممكن من الشوط الاولاني نجيب اهداف فيه يعني اهداف، ومش عايز اقول تنتهي من الشوط الاول لانه ممكن الامور ما بتبقاش في كل مباراه انت بتمشيش على مزاجك بالظبط يعني، ولكن اتصور ان شاء الله ان الثلاث نقط هيكونوا في حوزتنا النهارده ان شاء الله يعني. صحيح. كابتن عادل، كنت عايز اتكلم على النقط اللي هي ضاعت من النادي الاهلي السنه دي. تقريبا الفرق اللي هي في وسط الجدول وفرق المؤخره هي اللي خدت او ضيعت نقط كتير، والفار والفار طبعا والتحكيم طبعا، احنا عارفين الكلام دوت طبعا، ولكن ضيعنا نقاط كتير بسببها. ترى ايه السبب؟ يعني 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 انا شايف في تاخر بيبقى في بدايه كل مباراه، بمعنى يمكن احنا اتكلمنا فيها كتير قوي، وانا يعني قعدت ابحث بالامر يعني بتكلم ناحيه تدريبيه يعني انك انت لما بتكون بتنزل اول ربع ساعه دائما بتبقى في تاخر منك لحد ما بتدخل المباراه. ده انا برجعه ممكن يكون في تسخين، ممكن يكون في بدايه في روح في البدايه. لكن انا من وجهه نظري يعني ان النادي الاهلي بيبقى محتاج دائما يا كابتن ايمن الهدف الاولاني. ليه؟ واتكلمنا فيها، الفرق اللي هي بتمشي على وتيره واحده معاك لانها بتلعب بنفس طريقه واحده، لانه ما بيبقاش مع الاهلي في معظم الفرق ما بيبقاش عندها البلان بي. معظمهم يعني حوالي مثلا قول 60% من انديه الدوري. ليه؟ لانه حتى لما بيتغلب واحد هو مستكفي ان يطلع واحد، لان نتيجه 1-0 مع النادي الاهلي اعلاميا ليه جيده، ثقه ليه جيده معظم الانديه يعني، ما عدا الانديه اللي عندها البلان بي اللي ممكن تشتغل بيه. لما طول الوقت الفرقه النادي الاهلي تضيع هدف وتضيع الثاني وتضيع الثالث، واحنا اتكلمنا في الامر ده كتير قوي، الهدف الاولاني لما بتجيبه في البدايه وراجع كل المباريات اللي انت بتجيب هدف بدري، اللي بيحصل لك بتكسب ورقم كبير، لان الفرقه الثانيه بتفضل، في فرق بتفضل تلعب معاك لغايه الشوط الثاني وتعمل الريسك في اخر ربع ساعه. لكن بنتكلم الفرق اللي احنا اضعنا منها او اضعنا معاها النقاط السنه دي يا كابتن، انا من وجهه نظري فيهم مباراتين كنا كويسين قوي، لكن الفار حرمنا من 2 بنالتي. وانا عايز اشدد في حته الفار الايام اللي جايه دي، لاني انا بشوف ظاهره غريبه، ويمكن الكابتن ناصر عباس لما يدخل يبقى قولها لنا. ليه كل كوره للنادي الاهلي الفار بيراجعها، وكل كوره على النادي الاهلي بمعنى الفار لما بيجي يراجعها بيرجعها لصالح الفرق الثانيه؟ يعني على سبيل المثال مثلا احنا جبنا جون مش اوف سايد وما جابوش الريوان بتاعه وبعد اللعب بخمس ست دقايق رجعونا قالوا لنا ايه؟ ورونا ان الكوره ما كانتش اوف سايد بتاعت محمد شريف. ايوه بالظبط، بتاع شريف ده بعد خمس دقايق على كلامك انت اللي انت بتتكلم فيه. ده يا كابتن شريف اللي انا بتكلم فيه دائما، الشك لصالح الفرقه الثانيه على النادي الاهلي، الشك لصالح الفرقه الثانيه على النادي الاهلي. وفي انديه ثانيه مش هقول اسم، مش شك ده الهفوه بيرجعوا لها عشان احتمال يكون فيها حاجه. انت فاهمني يا كابتن؟ فدي كانت من الحاجات اللي عطلتنا وعطلت مننا اللي بنط. ولكن انا ما برجع يعني، احنا فرقه كبيره، احنا النادي الاهلي، دايما ما بحبش اتكلم حتى لو في ايه، احيانا اخليك انت ما تقدرش تظلمني، احيانا ما اخليكش تعمل معايا اي حاجه. وانا يمكن قلتها اول السنه، في انا حاسسها والله اعلم يعني النادي الاهلي هياخد كل حاجه في كل حاجه؟ لا. يعني في تعاطف شويه. انا حاسس ان في تعاطف
للفرق الاخرى ممكن عشان ياخدوا بطوله. ما النادي الاهلي ما يستحوش على كل حاجه. واللي انا بشوفه انا مش عاوز اوضح، بس اللي انا بشوفه بيديك احاء بهذا الكلام. وده ودي والله اعلم يعني. عشان كده احنا ربنا بينصرنا برضه باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، النادي الاهلي طول عمره كان متميز بانه بيحسم الامور لو اتأزمت في الدقايق الاخيره. بعض المباريات السنه دي الامور اتأزمت علينا في الدقايق الاخيره. يعني لو اتكلمنا عن بعض المباريات هتلاقي الجونه صح، هتلاقي البنك الاهلي الاخير، بيراميدز، سموحه، صح سموحه جول لما كسبونا 2-1 جونه عندنا البنك الاهلي، بيراميدز، والجونه، لا والجونه والجونه صح، والجونه هدف التعادل، والجونه هدف التعادل في الاخر محمد نجيب بكتفه. محمد نجيب هي. انت بص، خد بالك، انا هقول لك على حاجه. معظم المباريات دي تحديدا المباريات اللي احنا تعادلنا فيها في الدقايق الاخيره كنت مسيطر بشكل غير طبيعي في من بدايه اللقاء، وكنت بتضيع اهداف كتيره جدا جدا جدا، ومستحوذ بشكل كبير جدا 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 خد بالك، الاوقات اللي انت كنت بتسجل فيها في الدقايق الاخيره كنت بتدخل المباراه متاخر شويه، صح؟ تمام، كنت بتخش المباراه متاخر، كنت بتبقى متعادل مغلوب وبتحاول انت تتعوض، زي مباراه المقاولين مثلا، زي بعض المباريات الثانيه اللي قدرت ان انت تكسب فيها في الدقايق الاخيره. انت دخولك في المباراه من البدايه وتضييعك للفرص بيسهل عليك قوي الجيم، بيخلي الجيم بالنسبه لك سهل قوي. انا الجيم بالنسبه للنادي الاهلي بقى سهل جدا، انا سجلت هدف في الدقيقه مثلا 10، دقيقه 20، دقيقه 30، مستحوذ، مضيع اهداف كتيره جدا جدا، بلعب بحريه كبيره في الملعب، ما بتسجلش الهدف الثاني هدف الاطمئنان، وما كانتش دي عوائق يعني عادات النادي الاهلي. يعني من عادات النادي الاهلي انك لما بتسجل هدف تمام، يا بتسجله في الدقيقه الاخيره فبتقضي على المباراه، يا بتسجل هدف ثاني عشان تخلص على الخصم اللي قدامك وتنهي الجيم. انا على الحته دي بس عايز اقول حاجه، كل اللي احنا بنقوله كويس واللي بيعملوه، بس في عدم التزام في الملعب. تمام، لا عدم التزام ده في الماتش ده، في المباراه اللي فاتت كل المباريات اللي قلتها انت وايمن، تمام، في عدم التزام وسرحان في فتره النص الملعب بقى هو الفيرويد. ما انا بقول لك الارتكاز على لاعب في نص الملعب، ملعب فتح في جميع المباريات اللي احنا واحنا قاعدين كلنا هنا كنا بنقول احنا هيجي فينا جون دلوقتي، صحيح، الملعب اتفتح مننا. ففي حاجه هو لازم نرجع كابتن شريف، ممكن يكون التركيز صح يا بلال، صح، لازم ارجع للنظام، في حته تركيز مش بالقدر الكافي حتى نهايه المباراه. لازم ارجع لنظامي. ممكن اقول كلمه في دي؟ اتفضل. صغيره، اتفضل. لعيبه النادي الاهلي من عادتها الحته بتاعه ان احنا ما بندافعش في ماتشات، في اوقات محتاج انك انت تدافع شويه. تدافع انت ما يعني حته انك انت تدافع دي مش وارده عندك، لا، في ماتشات المفترض اللي راحت مننا اكتر من بونت راح منك، علشان انت حته انك عايز تغطي الهدف اللي بلال بيقول عليه، عايز تغطي الهدف. لكن في احيان اقف والتزم زي ما الكابتن شريف قال، نظم اللعب، هتجيب جوان اكتر، وممكن ما تجيبش وتطلع بالنتيجه دي وانت كسبان. هي النقطه دي اللي احنا ضاع مننا اكتر من بونت، لان حته انك انت النادي الاهلي ما ينفعش انك تدافع. بس خد بالك يا كابتن، يعني استسهالك للجيم احيانا بيضيع منك الجيم. لا طبعا، يعني هنرجع لماتش الجونه، ماتش الجونه، الجونه زيرو تارجت على الجون، صحيح، زيرو طول الماتش. انت متخيل انت بتلعب فرقه يعني 85 دقيقه وانس، يعني مره ما شاطتش شوطه يعني اون تارجت، كره ثابته، ما جاتش بيد الجول. والبنك الاهلي، والبنك الاهلي نفس الموضوع. ومع ذلك فده بيخليك انت كلعيبه في الملعب انك بتستسهل الجيم، انا اجيب جون وقت ما انا عايز، كره انا بستحوذ عليها زي بالطريقه اللي انا شايفها بشكل كويس، الاهداف بالنسبه لي وارد ان هي تيجي في اي لحظه، فبيخلي اللعيبه داخل الجيم يستسهلوا الجيم شويه. فرقه مش مخوفاني، بيفقدوا حته ملاعب، فرقه مش مخوفاني، بيفقد النظام يا كابتن، ما هو ده اللي بيخليه يفقد النظام. حاجه مهمه بلال، مره لكن ما تبقاش اربع مرات. طب ما هو ده اللي نتكلم عليه. طب ممكن استسلم. بص يا كابتن، نرجع لبيراميدز. يعني برضو انا اسف، يعني الهدف رعونه، يعني استسهال، مع ان احنا كنا الافضل، انت الافضل 2-1 كسبان، صحيح. البيراميدز اصبح ملوش شكل، ملوش وجود في الملعب، وبيضغط بشكل عشوائي، بحيث ان هو اتفضل. يعني هو في مباريات لازم حتى لو انت جبت جون واحد لازم تخلص كده، يعني بالظبط كده، زي ما عادل قال،
يعني مش كل مباراة لازم تكسب طبعا فريق. الأصح طبعًا. انك تحاول تجيب جون تاني ثالث، بس لو ما جبتش في مباريات كتيرة تطلع 1-0 يا ما لعبنا كده يطلع الفريق الجون ده لازم تبقى في تركيز دفاعي جيد. عارف يا كابتن التريكة اللي في اللحظات الحرجة دي الماتشات الصعبة ممكن تطلع 1-0 وممكن الواحد ده يجي في آخر الشوط الثاني في الدقيقة 90 الدقيقة 80 أو حاجة و80، لكن أنت الماتشات اللي بتخسرها هي الماتشات الأسهل بالنسبة لك. يعني أنت ما خسرتش مباراة كانت صعبة بالنسبة لك من اول، يعني من لو عدينا الخمس ماتشات دول يا كابتن، ما ماتش سموحه ماتش سهل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ماتش الجونه سهل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، انت عملت العكس سهل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كسبت الماتشات اللي كانت صعبه عليك. انا بقول لك اللي متاخر فيها بهدفين، ان في ماتشات متاخر فيها بهدفين كسبت ثلاثه، في ماتشات تبقى صعبه جدا بتكسب بتنتهي بالواحد صفر مزبوط. وممكن تنتهي بالواحد صفر ده يبقى في اخر الماتش مزبوط. لكن كل المباريات اللي الاهلي تعثر فيها هي المباريات الاسهل بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي كلها. ما هو ده عشان عدم النقطه اللي انت قلتها، اللي هو الاستسهال ده بيدي عدم تركيز دفاعي، عدم تنظيم، عدم تنظيم وعدم تركيز، فبيجي فيه الجول. ما انت ماتش ترجي مثلا هناك كنت كسبان واحد وفضلت لاخر الماتش صح. ماتش سان داونز في جنوب افريقيا وماتشات كتيره، لكن الماتشات فعلا زي ما انت بتقول السهله، احساس اللعيبه ان صعب الفرقه الثانيه تجيب جول بيروح منه، لكن بالذات في اخر 5 دقائق 10 دقائق وانت كسبان واحد لازم يبقى التركيز الدفاعي مظبوط يعني. واهم حاجه انت قلتها التركيز مظبوط لحد اخر ثانيه، لحد اخر ثانيه. ما هو في فرقتين جوه الملعب، الفرقه الواحده المفترض ان المدرب بيعمل فرقتين، فرقه بتجيب جول وفرقه بتمنع جول. انا لما بطلع، يعني دي فلسفتي في التدريب، لما بطلع كسبان 2-0 انا بقول المهاجمين كسبوا والمدافعين كسبوا. ليه؟ صحيح. لان انا المهاجم جاب اللي عليه وجاب 2 والمدافع ما جاش. لو دخل في المدافع جون وانا كسبت 2-1 بطلع اقول انت خسرت النهارده، ده بيديك التزام على طول المباريات ان انا بلعب جيم اخر كمدافع. صحيح. وفي ناس نص الملعب بيساعد هنا وبيساعد هنا، هو ده اللي بياخد الدرجه المتوسطه فيه. طيب تعالوا نروح لفاصل، ومن بعد الفاصل هنرجع على تقرير المباراة وشعار مباراة اليوم لا بديل عن الفوز، ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظروا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، قبل ما نستعرض تشكيل النادي الأهلي كنت عايز أسألك، هل نتيجة مباراة البنك الأهلي اللي فات هيكون ليها دور في الأداء النهاردة؟ طبعا، يعني الدنيا كلها قامت وقعدت بعد التعادل اللي فات. اللعيبه نفسها، فاكر احنا كنا بنقول لو تعادلنا بنبقى مستنيين الماتش اللي بعده بفارغ الصبر. يعني النهارده اللعيبه كلها مستنيه مباراه اليوم، وخاصه عايز اقول لك على حاجه، هي مش مباراه اليوم بس، هو كل مباريات اللي جايه هتقابلها كلها، هو مفيش ماتش سهل. ايوه، ولا هتشوف النهارده ماتش سهل طبعا، يعني هتلاقي قتال وشراسه وكل حاجه، هتلاقي ملعب مفتوح وفرقه عايزه تكسب لان ما عندهاش امل في اي حاجه غير انها لازم تكسب. فهو ده يمكن حلاوه الماتش النهارده وسهوله الماتش عليك. أي. مش هتلاعب فرقه عايزه تخطف منك جون بكونتر اتاك. أي. انا شفتهم في ماتش بيراميدز بيهاجموا بيطلعوا من الاطراف، بيلعبوا لعبه مفتوح، بيلعبوا لعبه مفتوح ما بيخافوش يعني، وكشري ما بيخافش شكله في الفتره اللي جايه دي، انا حبكي على ايه يعني. مزبوط. فيمكن دي تساعد النادي الاهلي شويه ان يبقى في ملعب مفتوح، ان يبقى في بعض التحركات السليمه تقدر تحرز منها الاهداف اللي انت عايزها. انا شفنا ماتشات بنبقى لسه راجعين من تعادلات وفي شيء بنجيب جونين في اول 5-6 دقائق. أي. من كور طويله بتحركات كانت لحسين الشحات مع محمد شريف. انا بدعو بس النهارده بالتوفيق لمروان محسن والكابلز اللي هما كهربا وجينيور، يدونا شكل يكون دخلوا خلاص بقى افضل من المباراه اللي فاتت. ما هو خلاص بقى، انا لما بلعب ماتش بتعود على السبرنتات الصغيره، عضلاتي بتاخد على الجري الكتير، ما عنديش هبة، ما عنديش خوف، ضيعت واحدة كهربا بدماغك المرة الجاية، المرة دي إن شاء الله تجيبها. في سلبيات وإيجابيات، هو ده اللي احنا الشواهد اللي احنا بنتمنى إن احنا نشوفها في المباراة اللي زي دي. فمباراة اليوم اللي هو دايما هنشعر، أنا عامل شعار لنفسي ضربات جزاء، كل مباراة بالنسبة لي ضربة جزاء. أي. لازم أحطها ما ضيعهاش، ما ضيعهاش خلاص. ده المبدأ وده الشكل، وعدم التوفيق اللي حصل في الماتشات اللي فاتت هو اللي خلاني كده. بس لا، أنت ما يعني انت بتلعب عشان تكسب على طول، وعايز اقول لك نفسيا يعني. أيه. هو مفيش فرقه هتكسب على طول ولا صحيح. المنافس حتى لو مين بيساعد ولا بيعمل ايه. أيه. انا عايز بس افهم اللعيبه، لعبوا عادي جدا، لعبوا لعبكم السهل البسيط فيه الهدوء. مفيش التسرع، مفيش عدم وجود الثقه اللي هي موجوده عندكم، ليه بتكسبكم مع اعتى الفرق
الدنيا كلها جالها هارت اتاك مننا ليه؟ نحن طالعين يا بلال في افريقيا بنطلع تاني من سنتين ورا بعض بنطلع تاني المجموعه صح وبنلعب اعتى الفرق اللي في افريقيا وبنعدي اعتى الفرق. لا السنه دي انت في افريقيا ملاعب من دور الثمانيه ملاعب سان داونز وبعد كده الترجي وبعد كده لا لا السنه فاتت لا انا بتكلم على السنه دي كمان يعني السنه دي من دور الثمانيه سان داونز كان صعب الوداد الزمالك السنه اللي فاتت يعني فاهم قصدي؟ فاحنا عندنا سمات بتبقى موجوده جوه الملعب باطرافنا ما شاء الله اللي هي بتتحرك وبتدينا دايما يعني السوبيريور في الملعب بتديك دايما الخوف للفرقه اللي انت بتلعبها هو ده الاعتماد على الامكانيات اللي موجوده تحت لعيبتك مروان زي شريف زي بس بايه؟ بتحركات اللعيبه في الملعب جوه الملعب. طب يا كابتن استاذنك نروح لملعب مباراه وزمايلنا الاعزاء شريف شعبان ومحمد توفيق ونبدا مع شريف ونعمل في اخر الاخبار واخر الاجواء قبل بدايه المباراه. اتفضل يا شريف. تعالي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والانتاج الحربي في استاد السلام في السابعه مساء باذن الله يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير طبعا هو فريق الانتاج الحربي. الاهلي يمكن من الفندق الى ملعب المباراه حوالي 25 دقيقه فور وصول النادي الاهلي كان حريص بعض من الجهاز الفني ينزل ارضيه الملعب تصادف طبعا وجود طاقم التحكيم بقياده الكابتن محمد معروف الحكم الدولي اللي هيقود اللقاء تحكيميا اليوم تفقد ايضا ارضيه الملعب وسالته في ملحوظه قال لي الارضيه ولا اروع ولا اجمل ما فيش اي ملحوظه خالص يمكن ده كان عن طاقم التحكيم. طبعا مستر بيتسو موسيماني فاجئنا النهارده يمكن بمروان محسن عنده ثقه كبيره جدا في الثلاث فراوده مروان او محمد شريف الهداف في الفترات الاخيره او حتى بواليا عنده ثقه كبيره في الثلاث لاعبين النهارده تعمد يلعب بمروان علشان خطة اللعب اللي هيلعب بيها فريق الانتاج الحربي النهاردة الانتاج الحربي هيلعب على ما أظن 3-5-2 فكان حريص أن يكون يبدأ النهاردة باللاعب مروان نظرا للكور الطولية والكور العرضية. رب النهاردة يكون مروان موفق النهاردة بإذن الله ويساهم في فوز النادي الأهلي بثلاث نقاط طبعا يضافوا إلى رصيد نقاط النادي الأهلي علشان نقرب خطوة كبيرة جدا من الحفاظ على اللقب المحبب لكل جماهير النادي الأهلي. يمكن الأهلي الآن أمامي بيجري عمليات الإحماء قبل بداية اللقاء اللي هيكون في السابعة مساء أرضية الملعب ولا أروع ولا أجمل. أخيرا النقل التلفزيوني بثمن كاميرات يا رب بإذن الله يكون كل جماهير النادي الأهلي سعداء بلقاء اليوم النهاردة وفي ختام اليوم يفوز النادي الأهلي على فريق كبير طبعا هو فريق الإنتاج الحربي. أخيرا فريق الإنتاج الحربي هيكون عامل ممر شرفي طبعا للنادي الأهلي ومدير الفني الكابتن أحمد عبد المنعم كشر كان حريص يسلم على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. دي كل اجواءنا يا كابتن ايمن عوده ليك من جديد. اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان ومن شريف هنروح سريعا لمحمد توفيق زميلنا العزيز. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام نجوم مصر في الاستوديو تحياتي كمان لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي اللي بيشوفونا من كل مكان يمكن يعني جوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والانتاج الحربي في المباراه المؤجله من الجوله 24 من الدوري المصري الممتاز. كابتن ايمن خلينا اكلمك عن استعداد فريق الانتاج الحربي صاحب الضيافه في مباراه اليوم يمكن الفريق منتشي بتحقيق نتائج ايجابيه في اخر ثلاث مباريات بالفوز على المصري 3-2 والتعادل مع الجونه 1-1 والتعادل في اخر مباراه امام بيراميدز 2-2 لكل فريق ويمكن المباراه دي كانت اخر مباراه لفريق الانتاج الحربي كانت يوم 8/7 الماضي بعدها كابتن احمد كشري المدير الفني للفريق قرر منح الفريق 4 ايام اجازه وبعد كده الفريق دخل في معسكر مغلق يمكن الفريق خاض خلال فتره المعسكر والتوقف دي مباراتين وديتين فاز على طرائق الجيش 2-1 وفي المباراه الاخيره اللي كانت يوم 17/7 تعادل بهدف مقابل هدف امام سيراميكا كليوباترا. يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه كمان جمعني حوار بكابتن احمد كشري قبل بدايه المباراه اتكلمت معاه فقال لي في الظروف الطبيعيه انت بتقابل النادي الاهلي بدون حسابات في فرق كتيره جدا ما بتعملش حساب الثلاث نقط امام النادي الاهلي لكن للاسف احنا وضعنا في الجدول حطينا ما قدامناش غير امل ضعيف والامل الضعيف ده يعني حطينا في موقف ان احنا لازم نلعب على الثلاث نقاط او تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي ولكن يعني المباراه النهارده بتمنى التوفيق لان احنا املنا بقى ضعيف جدا في البقاء خاصه يعني مع قبوع الفريق في المركز الاخير ب 19 نقطه كمان يمكن عنده عدد كبير جدا من الغيابات ابرزهم محمد طلعت ومحمد عبد الفتاح تاحه والسيد الشبراوي ووجيه عبد الحكيم يمكن العوده الوحيده من الاصابه هي الحميد ماوي
بيلعبوا النهارده الجلسه على دكه البدلاء. كابتن ايمن جدير بالذكر ان نفس تشكيل الانتاج الحربي النهارده هو نفس تشكيل الفريق اللي خاض بيه اخر مباراه امام بيراميدز وانتهى بالتعادل 2-2، مفيش اي تغيير فيه. ال11 لاعب هم نفس 11 لاعب. زي ما قلت لحضرتك الاجواء هنا داخل الملعب اكثر من رائعه، درجه حراره مناسبه جدا لا تتعدى 30 درجه مئويه. ارضيه استاد الاهلي والسلام اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي واضافه 3 نقاط جديده عشان يقترب من اللقب المفضل وتحقيق الدوري العام للموسم السادس على التوالي وال43 في تاريخه. كلمه ليك كابتن ايمن ضيوف الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، مستر موسيماني النهارده بيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1، وبرده مثبت النهارده كهربا وجونيور اجايه، ولكن مريح هنا المفاجاه ان محمد شريف بره والبدء مروان محسن. يعني انا اعتقد يعني هاجي لك من اخر السؤال اللي هو اللعب بمروان محسن. اعتقد ان هو قعد شريف لانه خلي بالك انت لما بتقعد احتياطي قوي برضو بتفرق معاك كتير لما بتيجي تغير، لانه الماتش اللي فات معظم الفرقه كانت قاعده مدافعين وراسين حربه اسلوبهم واحد اللي هو بواليا ومروان. بتحس ان انت عايز تعمل كرات عاليه على طول، اشتراكات مع المدافعين، ودي بتبقى سهله. شريف ليه اسلوب تاني. فانا اعتقد انه حاجه يعني من الحاجات اللي هو معنا التشكيل على الشاشه كابتن. هو طبعا علي لطفي، محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، ديانج والسولية، جونيور اجاليه وقفشه وكهربا ومروان محسن قدام. فانا اتصور انه هو بالنسبه لمروان يقول لك ابدا بوفق وفق يعني وفق وابتدى بشكل كويس وقدرنا نكسب من الاول، يبقى انا ريحت شريف. لكن لو الامور اتعقربت لما يجي ينزل شريف هيبقى رجع للشكل اللي هو احسن شكل ليه. لانه الماتش اللي فات لما لعب بمروان واجايه وبواليا في الاخر تحس ان الدنيا بقت فيها زحمه ولخبطه وحتى في كره خبطوا في بعض فهو حط نوعيه مختلفه. انا اتصور دي في موضوع محمد شريف. الحاجه الثانيه برضو بيريحه، ما هو بيريحه الفتره الاخيره، هو لعب تقريبا كل الماتشات. ما هو بيريحه وبرضو فكر في دي كتقيل. لانه خلي بالك، ما انت برضو هتلاقي عمرو سلاله لعب كتير، هتلاقي ايمن اشرف لعب كتير، هتلاقي بدر بنون لعب كتير، هتلاقي لكن انا اتصور دي يعني هو الماتش اللي فات خلى مروان وبواليا هم الاحتياطي الشكل واحد في طريقه اللعب قريب من بعض، الكور عاليه ويخبطوا بالراس وكده، فشريف مختلف. اعتقد ده السبب. لكن هي المشكله دلوقتي في اللي لازم كهربا وجونيور اجايه يستغلوا الفرصه دي طبعا مع مروان محسن، لانه الماتش اللي فات يمكن عشان غيابهم فتره الاداء ما كانش بالشكل الجيد او ما عبروش عن نفسهم في خلال المباراه لغايه لما اتغيروا. اتمنى ان النهارده يعني من بدايه المباراه ادائهم يبقى افضل من كده. ثانيا لابد ان يبقوا قريبين قوي من مروان، لان مروان اسلوبه في اللعب غير شريف. شريف بيقدر ياخد في المساحات يعني بتتعمل له كور طويله من عمرو السولية، من قفشه، من اليو ديانج خلف المدافعين. صح. بيستغل السرعه. مروان محطه او بتتلعب له كور عاليه هيسند براسه عايز الكره الثانيه. فلازم كهربا وجونيور اجاييه وقفشه يبقوا قريبين منه قوي، يبقوا تحتيه تملي يعني هو طالع يبقى في حد من ورا وحد تحتيه انه يستغلوا الكرات الثانيه اللي ممكن مروان يسندها ليهم. لان مروان زي ما قلت لك اسلوبه احنا شفنا انه مستر موسيماني الماتشات الاخيره كلها رغم ان احنا بنعتمد على الاستحواذ والكرات البينيه في العمق كان بيعمل الكرات الطوليه دي اللي هي خلف المدافعين. سرعه شريف كان بيستغلها وجاب جاب جوان كتير قوي. فالنهارده دي ممكن ما تبقاش موجوده قوي مع مروان، هيبقى شكل تاني شويه. فعشان كده كهربا وجونو اتمنى انه يكونوا افضل اداء وحالا من المباراه اللي فاتت، لانه هيبقوا مؤثرين جدا في الاداء مع مروان محسن في التلت الاخير. لان انا متخيل انه الانتاج الحربي هيلعب دفاع، لانه كمان بيلعب ثلاثه ورا في العمق. هيلعب في نص ملعبه ويلعب على هجمات مرتده على مصطفى البدري وموادو نياس. ده اللي هنشوفه بقى مع الكابتن عادل هيقول لنا فعشان كده فرقه الانتاج الحربي هتلعب ازاي النهارده. فاتمنى كده
ان شاء الله ان الثلاثه دولت يبقى ادائهم النهارده مميز في اللقاء ان شاء الله. كابتن عادل، يمكن المباراه الاخيره اللي الكابتن كشري حرر لعبته بعض الشيء وبقى بيلعب لعب مفتوح، وده شفناه اثر على النتائج. كسب المصري 3-2، يتعادل مع جونه 1-1، وتعادل مع بيراميدز 2-2. على الورق النهارده الكابتن كشري بيلعب 4-4-2، ولكن هو في اغلب المباريات حتى المباريات الاخيره ما كانش بيلعب 4-4-2. لا، هو عاده بيلعب 5-4-1 على طول. لعب اخر مباراته 5-4-1 لانه لعب اخر خمس مباريات زي ما انت قلت يا كابتن ايمن. جمع فاز في مباراه وخسر مباراه وتعادل في 3 مباريات، احرز 8 اهداف وجاب 8 اهداف. يعني بيهاجم، ونفس الموضوع في الدفاع، عنده مشاكل دفاعيه. لكن هو بيلعب بخمسه، بيلعب بطارق محمد طارق ابو العز باك ليفت، وبيلعب بعلاء سلامه، هو محمد الشبيني هو اللي بيلعب الليبرو، مع بيلعب معاه معاذ الحناوي، واحيانا بينزل لاسلام جابر للغنام محمد، او احيانا الغنام مع رباعي خط الظهر، مع الرباعي بيبقى خامس، بيبقى بيلعب بثلاثه هو. يمكن مصطفى البدري بينزل ناحيه الشمال، هو مصطفى البدري بيلعب ناحيه الشمال كتير، ومامادو هو اللي بيلعب في فرود لوحده او بيغير الاثنين مع بعض. لكن هو النقطه اللي انا عايز اقولها على فرقه الانتاج، فرقه الانتاج من بعد كشري يمكن حصل معاهم، عملوا اداء كويس في اكتر من مباراه، ولكن ما حالفهمش التوفيق وفازوا، يمكن خسروا وكانوا بيبقوا افضل من الفرق في مباريات معينه. ولكن لما يجي هيلعب النادي الاهلي النهارده هيلعب دفاع منطقه، هيشتغل على اوقات المباراه، هيشتغل يعني اي مدرب بيلعب النادي الاهلي يعمل كده. اول ربع ساعه تحس ان هو بيهاجمك، ولكن هو ما بيهاجمكش، هو بيدافع فعلا، مستني لغايه الشوط الاولاني يطلع 0-0، ودي بتبقى مهمه جدا، لانه اي مدرب بيلعب دفاع مع النادي الاهلي بيفكر امتى اجيب الجول. الجول لو جه بدري هتعب. انا بخليني اطلع الشوط الاولاني 0-0 والعب دفاع، ولو جاي لي جون الشوط الثاني اهلا وسهلا، ما جاش ابقى اطلع متعادل مع النادي الاهلي. عشان كده بنتكلم على الانتاج الحربي من ناحيه الشمال، عنده محمد طارق. محمد طارق لعيب خبره، هو مواليد 90، يعني يمكن كان لعيب النادي الاهلي زمان قوي، ولكن حركته قلت دلوقتي، حركته قلت، ولكن عنده فكر كويس وعنده سرعه وبيعرف يعمل العكسيه كويس اللي هو اصلا دي حقيقه. يعني الناحيه الثانيه مصطفى البدري، يمكن مصطفى البدري من اللعيبه اللي انا عايز اقول لك من اصلا اسوان، مصطفى البدري واحنا خدنا النادي الاهلي، يمكن مين اللي طلعه؟ طيب مين اللي طلعه؟ مين اللي طلعه؟ كابتن اسامه عربي اللي طلعه وجانا النادي الاهلي. احنا اشتريناه وكان بيلعب عندي في الفرقه بتاعه اللي تحت الفريق الاول، وهو لعيب كويس، عنده سرعات كويسه قوي، مهاري، يمكن لما بيجيب الانتاج الاهداف اللي هو اللي بيعملها، او هو جايب 6 اهداف اكتر واحد فيهم، او هو اللي بيجيبها. الحاجه الثانيه المهمه ان هو لعيب قصير، من اللعيبه اللي حركتهم اللي هي في الخمسه متر الاولين كويسه. علشان كده النهارده الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعب الدفاع النادي الاهلي هو مصطفى البدري في الحته جوه ال 18، بيعرف يحط رجله في الوقت المناسب عشان ياخد بنالتي، بيعرف ياخد بنالتي، بيعرف يشتغل في الجزئيه دي. ولكن الضعف بتاع نادي الانتاج الحربي في الكور الثابته، ومعظم الاجوان اللي دخلت فيه من الكور الثابته، يمكن بيقفوا الوقفه من وجهه نظري اللي كان فيها شويه يعني فيها اخطاء كتير، ويمكن لو رجعت الاهداف، لانه اكتر فرقه دخل فيها اهداف. ودي حاجه توريك ان هم عندهم مشكله دفاعيه، ولكن المشكله الاكبر عندهم في نص الملعب، لان نص الملعب لو بيساعد المدافعين كويس، هم بيلعبوا ثلاث وتحس ان هم بيجي عليهم كور كتير. ليه؟ لان نص الملعب عنده مش بيبقى ملتزم كتير. علشان كده الانتاج الحربي النهارده النادي الاهلي في الشوط الاولاني لو بدا بتهديف بدري، اقدر اقول لك ان المباراه هتبقى كويسه للنادي الاهلي، وممكن يجيب اجوان كويسه، علشان فرقه الانتاج الحربي لما بتهاجم بشراسه بيدخل فيهم اجوان كتير ويرجع لمباريات الدوري. كابتن بلال، البدء النهارده بمروان محسن هيجرنا للدور الهجومي للاجنحه والظهرين، واللي احنا افتقدناه صوره كبيره جدا الماتش اللي فات. حتى لما كان بيبقى فيه دور هجومي لهاني وعلي معلول، افتقدت العرضيات الدقه بصوره كبيره جدا. بص، خليني اقول لك، النهارده انت بتلعب فريق شبيه للفريق بتاع المباراه اللي فاتت، فريق البنك الاهلي، يعني فريق بيقفل بيدافع في نص ملعبه بشكل كويس،
بيعمل تمركزات جيده وبيعتمد على الهجمات المرتده السريعه وعلى اطراف الملعب، ودي طبيعه الفرق اللي المفترض بتلعب بنفس الاسلوب بتاع الانتاج الحربي او البنك الاهلي او حتى ممكن اسوان، الفرق اللي ما عندهاش كواليتي عاليه يعني تقدر تجاري الانديه الكبيره في الماتشات. النهارده لو لاحظت في التشكيل بتاع النادي الاهلي هتلاقي جونيور اجايه لعيب بيبقى موجود في ال 18 بشكل كبير على حساب حسين الشحات اللي دايما بيبقى موجود على طرف الملعب او بيشتغل في السرعات لما يبقى في مساحات. النهارده جونيور اجايه طريقه لعبه مختلفه شويه لانه دايما متواجد في ال 18، بيعرف يشتغل الدبل باص في ال 18، بيعرف يكمل يبقى راس حربه ثاني، ودي برده مطلوبه في المباريات اللي زي دي. المباريات اللي زي دي بتعتمد على او المفترض ان انت بتعتمد كفريق على العرضيات بشكل كبير يعني. عشان كده النهارده موجود جونيور، عشان كده النهارده موجود مروان محسن او ممكن يكون والتر بواليا او مروان، الاثنين بنفس الستايل ونفس الاسلوب زي ما قال الكابتن اسامه، واحد فيهم يعني يكفي النهارده يبقى موجود ويبقى شريف البديل الامثل في الشوط الثاني، لان الماتشات دي ماتشات زحمه بتعتمد على واحد عنده قامه طويله، واحد ممكن يبقى محطة بالنسبة لك، واحد بيشتغل في العرضيات بشكل كويس قوي، واللي موجودين عندك التلاتة دول يقدروا يشتغلوا في الحتة دي بشكل جيد، بالإضافة للأدوار اللي ممكن يعملها مجدي قفشة، التسديدات، الحاجات البينية الصغيرة، إنه يخرج بره ال 18، ممكن الأهلي يشتغل على هجمات مرتدة سريعة، أعتقد في ماتش ده زي ده صعب، عشان كده محمد شريف مش موجود، لأن محمد شريف بيتميز بالسرعة، تديله الكرات البينية بيشتغل فيها بشكل كويس قوي، تحركاته الطولية بتاعته محتاجة مساحات، المباراة اللي فاتت ما كانش موجود، لأن المساحات اللي بيشتغل فيها شريف وأسلوب لعبه وطريقة لعبه ما كانتش موجودة المباراة اللي فاتت، عشان كده النهاردة بنشوف طريقة لعب مختلفة شوية، وبنشوف كواليتي في النادي الأهلي مختلفة شوية، بنشوف كواليتي في الأهلي بيقدروا يشتغلوا على العرضيات بشكل كويس، بيقدروا يشتغلوا كمحطات حتى جونيور أجاي نفسه كابتن بيستلم في رجله بيروح واحد ضد واحد بيشتغل في الحتة دي بشكل جيد، غير حسين الشحات اللي دايماً بيعتمد على اللعبة من الأطراف وينضغط وبعد كده يضم للقلب. أنت إيه رأيك في شريف ومروان؟ كثنائي يعني؟ في الملعب. جوه الاثنين انت قصدك واحد يبقى 10 والتاني تسعه. انا بتكلم على محمد شريف البديل دلوقتي. أيوة. انا بتكلم على محمد شريف بقى بعد ما يبتدي الماتش الداعم. بس انت لو بتتكلم على محمد شريف جونيور اجاي قصدك. انا ما بحبش مروان يطلع ينزل شريف. انا أيوة انا بتكلم في حته ما خد بالك كان في الماتش اللي فات كان في اثنين سترايكرز كابتن اخر الماتش كان في بواليا وكان في ولكن بواليا كان متطرف على ناحيه الجناح الايمن مظبوط بحجم شريف كان له ادوار مختلفه شويه عن المهام الطبيعيه بتاعته بحجم مزبوط. شريف وفي الملعب دايس وهداف و15 هدف وبتاع. انا بحب بلال وشريف بلال ومتعب بس انت فاهم قصدي انا ايه؟ انا فاهم كلامك ليه؟ فاهم عارف ليه يا ايمن؟ اطرافي شغاله صحيح مش عطلان عددية. انا مش عطلان بس في انا اطرافي شغاله عندي واحد بيعرف يلعب مع معلول كده هتتنازل عن الجناحين او واحد منهم مظبوط يا كابتن مظبوط الجناحين اللي هو مثلا يعني كهربا تلعب باثنين سترايكر أيوة. ما انت بتوصل يا ايمن هتشيل الماتشات اللي زي دي يا كابتن ايمن اغلبيه الهجمات اللي بتبنيها عن طريق الباكين مش الجناحين يعني بتشتغل لان انت دايما يعني النهارده الانتاج لعبك ازاي؟ هي في نص ملعب هيستنى ان هو يعمل لك تكتل دفاعي هيتمركز بشكل كويس ويسيب لك الاطراف في الملعب ويشتغل هو في القلب لانه بيشتغل بثلاثه زي ما الكابتن عادل من شويه وعنده ثلاثه في القلب تمام لانه هو مش هيجاري سرعات النادي الاهلي تاني حاجه مش هيخرج كتيم واحد يعني النهارده الانتاج صعب انه يشتغل في 45 متر صعب جدا هو هيفرد الملعب في الهجمه المرتده عشان يبقى ما فيش وقت بالنسبه للنادي الاهلي انه يعمل هجمه سريعه عليه في حاله انك تقطع كوره هيفضل دايما موجود قدام ال 18 بتاعه بشكل كبير يعني عشان كده بقول لك النهارده الطرفين بتوعك الباكين هم النهارده المفترض ان يكون ليهم الشغل الكبير جدا جدا في هجمات النادي الاهلي خاصه محمد هاني يعني لازم هيبقى عليه مجهود كبير قوي النهارده ومعلول كالعاده برضه ومعلول يا كابتن معلول شغال طبعا معلول الفكره شغال. كلها فكره استغلال العرضيات يا كابتن النهارده هي كلها الفكره ان المباراه اللي فاتت الهدف بتاع قفشه لو جابه لنا برجاوي هتلاقي فيه اربع لعيبه داخل جوه ال 18 من لعيبه النادي الاهلي بالاضافه لجونيور اجاي اللعيب الخامس عشان كده لما الكره اتردت من كهربا لقيت محمد قفشه بيسجل هدف هو ده المطلوب النهارده في المباريات صح. اللي الفرقه بتاعتها بتتمركز وبتلعب تكتل دفاعي لازم يبقى عندك كتله وكثافه مزبوط. عدديه وزياده عدديه صح. داخل ال 18 عشان تسجل هدف يا كده يا اما بتصويبه بقى من الخارج وانت النهارده يمكن التصويبات الماتش اللي فات برده ما كانتش حاولات سوليه ما كانتش فيها دقه كبيره جدا بالظبط ما كانتش فيها دقه كبيره جدا يمكن سوليه عمل واحده بعد هدف التعادل كانت واحده على استحياء غير كده ما شفناش تصويبات بالمناسبه في واحده يمكن ما حدش اتكلم فيها كتير
كره قفشه اللي اداها لمحمد هاني، هو كان مواجه الجول كويس قوي. كان ممكن ده حمدي فتحي. طب على حمدي فتحي. حمدي فتحي ده حمدي فتحي. خلي بالك الرقابه، الرقابه هتبقى شديده جدا على مروان لان بيلعبوا ثلاثه في العمق. أي. فعشان كده اجايه وكهربا ليهم دور كبير، دورهم كبير جدا في الحاجات اللي جوه دي الثانيه دي. يمكن بص بص ده الجول الهدف. انت البنك الاهلي بص كام واحد في، بص يا كابتن اهو 1 2 انت 5 في ال 18 على 6 عندك. مظبوط 5 على 6 هيبقى عندك فرصه، وقدرت عندك فرصه كمان، وكمان واحد كمان على حدود ال 18 يعني انت عندك كثافه عاديه كويسه قوي. وعلي معلول موجود هناك اهو. هو ده المطلوب وانت بتلعب الفرق الناس مش هقول الصغيره بس بتلعب الفرق اللي بتتكتل بالشكل ده او الاسلوب لعبها دفاعي بالشكل ده. مزبوط. لو ما عملتش كده مش هتسجل اهداف. هتسجل اهداف ازاي؟ بص يا بلال بقى كمان ايه عندك الاطراف اللي انت بتتكلموا عنها كلها جوه ال 18 مفيش اطراف. الطرف بتاعك علي معلول، هو علي معلول الطرف بتاعك. لو عدت هتروح لمعلول، لو عدت من قفشه برده هتروح لمعلول في مواقف برده في خطوره يا كابتن. الاثنين معوضين لي في زياده. مظبوط. فانت محتاج انك يبقى عندك دايما زياده في الحته دي. صحيح. في الماتشات اللي زي دي عشان تقدر تسجل مساحات برده. طبعا ما انت كابتن بتفتح للاطراف وفي العمق يبقى عندك، يبقى المفترض النهارده يبقى في العمق موجود عندك كهربا، موجود عندك مجدي قفشه، موجود عندك جونر جايه، مروان محسن، واحد من الاثنين اللي بيكملوا السولية او ديانج. وانا اعتقد السولية هو ده اللي بيكمل فيه. وعندك 5 بالاضافه لطرف من الطرفين، يبقى عندك 6 لعيبه في الحته الهجوميه مع فرقه زي دي. وانت تقدر تشتغل عليها بشكل كويس قوي في في الكرات العرضيه. كابتن شريف نيجي بقى على الشق الدفاعي والاخطاء اللي حصلت الماتش اللي فات ولو انها بسيطه جدا ولكن اتسببت ان يدخل فينا جول. عندك مساحات بين خطوط وبعضها، عندك تنظيم دفاعي غير جيد، عندك وقفه دفاعيه وتغطيه عكسيه غير جيده في الكرات العرضيه، وعدم تركيز كمان. هيتلافاها ازاي النهارده مستر موسيماني؟ هيتلافاها ازاي اللعيبه؟ اولا التعليمات اللي بتحصل لمستر موسيماني لازم زي رجوع بواليا والباص اللي حصل، احنا دخل فينا جون ازاي؟ باص عدت بواليا اتزحلق عشان يجيبها معرفات، فبقى في ضغط بين اثنين على محمد هاني. ايوه. واحد طلع طرف هو قفل له الناحيه اللي جوه عشان ما يخش جوه، لعبها له. ايوه. راحت لغايه ما وقف الراجل انت وطلبت ان محمد هاني يضغط عليك، فيها ضغطه وكل حاجه عشان ما يعملش ارتياحيه في الكروس، انما الكره اتلعبت ولا اي حد في العالم كان يشوفها بهذا الشكل. فالشكل ده لازم اللعيبه النهارده دفاعيا تبقى شافته قبل كده. التمركز بتاع اللعيبه واستلام الكره السهل قوي، ولف انت شفت راجل استلم الكره ازاي؟ استلم ولف وداخل بيهجم علينا، ممنوع. احنا مروان او محمد شريف ما بيعرفش يستلم مع الفرق دي كلها سهل كده، ده بيتضغط عليه وبيتضرب في كعب رجليه. لازم الشكل ده يبقى موجود الاجريسيف بتاع الدفاعي عندنا، ما يبقوش مستنيين اخطاء الاخرين. انا ما بلعبش على اخطاء الاخرين عمري. صح. انا لازم انا في الرقابه وفي المارك ما اديش حريه نفس لاي حد يقدر يهدد الدفاع بتاعي، وده بيجي منين؟ من اول الفيرود بنص الملعب، وبعد كده بنتكلم في الحاله الدفاعيه والالتزام بتعليمات الجهاز الفني. الجهاز الفني طبعا قتل بحسن ان كل مره النقطتين بيروحوا بخطا دفاعي غير مبرر. صحيح. يعني فاهمني ازاي؟ وبرجع واقول لك خد بالك، اي حد وقاعد بره لازم يبقى داعم. أيه. مش بديل مكان بديل. مظبوط. كابتن اسامه توقعاتك لبدايه الشوط الاول من الفريقين؟ اتوقع انه هيبقى في تحفظ من فرقه الانتاج الحربي وضغط شديد من النادي الاهلي من البدايه. ده الشكل اللي انا متوقعه، اصلا اسلوب اللعب النادي الاهلي كده طول عمرنا، وكمان ان احنا متعادلين المباراه اللي فاتت، فده الشكل اللي هيبدا بيه مستر موسيماني. وكشري هيلعب على 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 تقفيل المساحات ولعب هجمات مرتده سريعه على مصطفى البدري. أي. ناحيه الشمال او مامادو نياس اللي بيلعب راس حربه او ناحيه اليمين، وهتلاقي تكمله بسيطه من غنام او ابراهيم عبد الخالق. مش هيبقى عندهم اكتر من كده. لو حاول يهاجم قوي في مساحات كتير هتتفتح في ظهره والنادي الاهلي يقدر يستغلها كويس. فانا متخيل الشكل هيبقى كده، هجوم ضاغط من النادي الاهلي، لكن هي المشكله في انك تستغل الفرص اللي هتيجي، لان كل مباراه بتجيلك فرص كتيره جدا. استغلال الفرص. الحاجه الثانيه لو جبنا جون يبقى التمركز الدفاعي بتاعنا كويس وما نستسهلش. صحيح. الفرقه ما صحيح. نستسهلش الفرقه. كابتن عادل سريعا سيناريو لاحداث الشوط الاول. اولا انتاج بيلعب بنفس تشكيل المباراه بتاع بيراميدز، هتلاقي عنده استقلاليه شويه وعنده يمكن مش هيبقى عنده خطه اللي هي بلغه الكوره الا لو النادي الاهلي ضغط كويس، ولكن مفترض ان النادي الاهلي يضغط من البدايه. لو ضغط من البدايه ممكن يحرز هدف، ولو احرز هدف هيعمل نتيجه كويسه. الحاجه المهمه ان
المراقبة الجيدة للبدري ومامادو، لازم يبقى في مراقبة جيدة لأنهم بيلعبوا له الكور الطويلة على طول، ممكن يقطعوا وبيعملوا الكور الطويلة، ودي يمكن من أخطائنا شوية إن سردباكات بدر بنون وأيمن أشرف بيبقوا دائما بعاد عن اللعيبة وهي الكرة في الهجوم مع النادي الأهلي، فلازم يقربوا منه قوي ويقربوا من الاثنين، لأن التنافس الوحيد لفرقة الإنتاج هو مصطفى البدري ومامادو. ولكن أنت مع الكابتن أسامة إن الكابتن كشري مش هيضغط من بداية المباراة. بص يا كابتن، هو الموضوع مش انه بيضغط، هو بيضغط ولكن ضغط الواهي اللي هو بيوريك انه بيضغط، هيضغط باتنين اللي هو مصطفى البدري ومامادو، إن انما الباقي واقف وسط الملعب. لكن الباقي واقف وسط الملعب. احيانا الفرق اللي هي في البدايه يقول لك مع النادي الاهلي اشتغل الضغط اللي هو المتوسط اللي هو فيه اتنين عشان القطعه، ممكن يقطع واحد لانه هو عارف ان النادي الاهلي بيحضر، ولكن هيدي النادي الاهلي الملعب كله، هيقف في البدايه كوره ولا حاجه هيبقى من قدامه، بعدين هيرجع بعديها بدقيقتين ثلاثه هيرجع يقف في ال 40 متر او ال 30 متر الاخرانيين. كابتن بلال، توقعاتك لبدايه الشوط الاول، وهل ممكن نشوف هدف مبكر من النادي الاهلي؟ اتمنى نشوف هدف مبكر. البدايه هتبقى بدايه النادي الاهلي الطبيعيه، الضغط على فرقه الانتاج للاستحواذ بشكل كويس. لعب من على الاطراف النهارده، اكيد اعتقد هي توصيه مستر موسيماني النهارده، او المهام اللي هيديها الاثنين طرفين الملعب النهارده هي لمحمد هاني وعلي معلول، هم الكورسات الكتير وبقوا دايما متواجدين. انا بس الفكره كلها في الاثنين نص ملعب عمرو السوليه واليو ديانج، لازم يبقى في مهام دفاعيه في الهجمات المرتده السريعه، عشان دي اللي مثلت خطوره علينا المباراه اللي فاتت، وممكن تمثل خطوره على النادي الاهلي النهارده. صحيح، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الاول لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.